يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تعرفوا معانا من خلال حلقتنا النهارده كتير من المستجدات وكتير من الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي والمتعلقه بالرياضات المحليه والعالميه. صباح الفل. صباح الهنا، صباح الهنا عليك يا كريم، والفل والخير وكل حاجه حلوه على حضراتكم يا رب دايما اللي بيتابعنا، واللي ما بيتابعناش بقى اللي بيتابعنا بعد كده على اليوتيوب، يعني صباح الفل. واخر الاسبوع و10 الصبح في الاهلي النهارده اكيد معانا فقرات مختلفه زي ما احنا متعودين، ولازم هنتكلم برضو عن يعني الكرة القدم سواء محليا والأهلي، وطبعا الماتش المرتقب أو حتى دوري أبطال أوروبا. كل شوية بيحصل يعني مفاجآت في هذا الدوري، زي ما بتقال كده هو ابتدى بداية سخنة جدا لكن كمان مفاجآت لا تنتهي. على كل حال خلينا بس ننوه عن الفقرات. فقرة أولى النهاردة هيكون معنا كابتن أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي السابق، وملفات كتيرة جدا طبعا هنفتحها مع كابتن أحمد. فقرة تانية هتكون فقرة طبية مع كريم ودكتور دينا أبو السعود، وملف صحي آخر أكيد برضو بيفيد حضراتكم. نبدأ بقى مع بعض لأن في معانا أخبار النهاردة برضو حلوة جدا، وحاجة بقى تشرف طول ما في كده رموز للنادي الأهلي بتتكرم وبتتقدر كمان، بنتكلم مش محليا عالميا، أعتقد دي حاجة بتسعدنا كلنا كريم. أكيد، وحابين طبعا في بداية حلقتنا النهاردة نقول ألف مبروك لكابتن سيد عبد الحفيظ على الدكتوراه الفخرية اللي منحتها له جامعة دالفورد الأمريكية، طبعا تقديرا لجهوده وخدماته في مجال إدارة الشؤون الرياضية. اللي حصل إن كابتن عبد الحفيظ تسلم من وفد الجامعة شهادة الدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، طبعا بالإضافة إلى درع الجامعة، تقديرا لما يقدمه مدير الكرة بالنادي الأهلي من خبرات في المجال الإداري لكرة القدم لسنوات طويلة. هنرجع تاني ونقول الأهلي منظومة متكاملة الأركان، حاجة محترمة كلنا بجد فرحنا. عايزة أقول لكم الأهلوية يعني والله العظيم تويتات قد كده بتبارك يا كريم لكابتن سيد، شخصية محترمة جدا وشخصية لطيفة على كمان المستوى الشخصي وعلى مدى التاريخ. لو احنا هنتكلم بقى تحديدا الأهلي دايما بيثبت، واحنا دايما بنتكلم عن حاجه كريم ما بنتكلمش من وجهه نظرنا، دايما تلاقي حد كده بيفخم في نفسه، اعرف ان ده يعني ما فيش بيز بيتكلم على اساسه. لما تيجي انت تتكلم بالوقائع وبالارقام وفكره التقدير هنا كمان الدولي والقاري، اعتقد هو ده اكبر اثبات. انت بتتكلم في حاجه كبيره جدا انت بتنتمي ليها، وكمان الرموز الموجوده اللي بتنتمي لهذا الكيان رموز محترمه وبتشرفك في كل المحافل الدوليه وفي الاماكن المختلفه، بتتكلم عن اكبر انديه الشرق الاوسط كمان، اعتقد ده يعني نتاج موجود سيستم على مدار سنين طويله جدا، هنقول يمكن من بدايه نشاه النادي الاهلي 1907 وتوارثها اجيال وراء اجيال، يعني الى جانب كمان طبعا فكره هنا النادي ان هو على طول مهتم ان هو يطلع كوادر محترمه، كوادر للمنظومه الرياضيه تساعد وتكون بشكل عام سواء بنتكلم تدريبيا او رياضيا او اداريا بتعمل بشكل احترافي، هو ده اللي احنا نعرفه على مدار سنين واجيال مختلفه طبعا مع النادي الاهلي. الف مبروك مره ثانيه كابتن سيد عبد الحفيظ، وبنضم صوتنا لصوت كل اهلاوي يبارك لحضرتك. وعلى فكره في اهلاويه كتير، في ناس كتيره مش اهلاويه باركت لسيد الكابتن سيد، وده موجود على تويتر تحديدا لحضراتكم حابين ان انتوا تخشوا تشوفوا. يعني في شخصيات يا كريم مش مهم بتنتمي لانهي نادي لانهي كيان، بس بتبقى بتنال اعجاب وبتنال احترام الجميع، فده على فكره على كل الاصعدة مش بتكلم بس عندنا في النادي الاهلي، في كده كوادر فعلا لازم تحترمها بطبيعه الحال، والا ما كانش يبقى مثلا كابتن محمود الخطيب محبوب جدا ومقدر جدا من كتير جدا من الزملكاويه، ما كانش كابتن حسن شحاته يبقى من الكل صحيح متشال على الراس من اغلب الاهلاويه، او ده ما كانش كلهم. دي الحاجه الطبيعيه اللي المفروض تكون حاصله، بعيدا طبعا اكيد فكره الانتماء لنادي معين انت بتحبه وبتشجعه حاجه لطيفه، لكن ده مش معناه ابدا ان انت تقلل من اي حد تاني او يعني تهمش من اي حد تاني لصالح النادي اللي انت بتنتمي ليه، هي دي الروح الرياضيه كما ينبغي ان تكون. اما بالنسبه بقى لفريقنا يا حضرات، فالحقيقه الكل جاهز طبعا لمباراه العوده امام الاتحاد المنستيري، واكيد الكل مركز جدا، وطبعا كعاده الامور في النادي الاهلي بنتعامل مع الماتش اللي جاي ده على اعتبار انه شوط تاني لازم نكسبه، او اضعف الايمان لازم نحافظ على نتيجه الشوط الاول او ماتش الذهاب طبعا عشان نضمن التاهل لدور المجموعات. وده كان ملخص تصريحات كولر وكمان مجموعه من اللاعبين عن مباراه العوده، ان كلهم مركزين على هدف واحد فقط لا غير، الا وهو الفوز. بص بقى كريم، احنا يعني قلنا يا رب ان شاء الله في الذهاب نيجي تاني يوم نقول صباح النصر، وعندنا امال ان كمان كانت المباراه وقتها لو حضراتكم فاكرين يعني نقول ان شاء الله تكون
مباراة حلوة ونتيجة أحلى، وده اللي كان الحمد لله. يعني مباراة الإياب لن تقل أهمية أبدا، ومش وفكرة هنا يقول لك خلاص دي أسهل، لا دي أكيد مضمونة، الكلام ده تماما عاري من الصحة، فيش الكلام ده. المباراة هتكون الشوط الثاني زي ما احنا بنتكلم، والشوط الثاني توقعوا حضراتكم كمان الاتحاد المنستيري ان هو مفس على أرضه، فده هيخليه يبقى عايز زي ما بيتقال كده يعمل ريفنج أو يعمل كامباك، أو ان هو يحاول يثبت كل ما لديه من قدرات على أرض الملعب، فهيكون في يمكن تنافسية أشد كتير جدا كمان من مرحلة صحيح. الذهاب. نتمنى إن شاء الله برضو تاني إن الماتش يكون فيه لعب حلو، أداء حلو، نشوف التطوير إلا على المستوى بقى هنا الفني وكمان الإداري على الملعب بيترجم في اللعب والجمل التكتيكية وغيره، وفي نفس الوقت إن شاء الله نفوز، لأن أكيد ده كل الطموح اللي يعني زي ما بتقال كده المشروع لجماهير النادي الأهلي، فبإذن الله كمان وسط جماهيرنا وعلى أرضنا أكيد برضو بيبقى ليها أجواء متختلفة يا كريم شافي. أكيد جماهيرنا ده احنا معولين كتير جدا على جماهير النادي الأهلي، ده لو خمسة بس منهم موجودين في المدرجات وبيهتفوا للنادي الأهلي أكيد بيرجوا الدنيا. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين يا حضرات، هنروح للمغامر علي عبده. المغامر علي عبده حاصل على رقم قياسي قبل كده في رياضة ركوب الدراجات. طب ايه الجديد؟ الجديد انه ابتدى ينفذ او يشتغل على تنفيذ رقم قياسي جديد عبارة عن رحلة في محافظات مصر المختلفة على دراجة كهربائية. الكلام ده في إطار مبادرة رحلة إلى قمة المناخ. طبعا المبادرة دي هدفها هو التوعية بتغير المناخ، واكيد الكلام ده برضو بيحصل يعني بمناسبه استضافه مصر لقمه المناخ في مدينه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل ان شاء الله. مبادره رحله الى قمه المناخ هي الاولى من نوعها في العالم، وبتتضمن استخدام رياضه المحركات الكهربائيه لخدمه اهداف بيئيه، وكمان لتشجيع الشباب وتوعيتهم والتاكيد عليهم باهميه المشاركه بالمجهودات المختلفه للتصدي لتغير المناخ واضعف الايمان للتوعيه بيه بتغيرات صحيح. المناخ عموما الموضوع مليان تفاصيل اكتر من اللي انا بقولها لكم بكتير، خلونا نتعرف عليها من خلال التقرير ده. اتفضل. اولا طبعا برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، سعداء كوزاره الشباب والرياضه ان احنا متواجدين النهارده في المؤتمر الصحفي لاطلاق طبعا يعني مبادره مهمه جدا جدا، المبادرات المصريه اللي بتصب في الاجنده الوطنيه الشباب من اجل المناخ، وهي الطريق الى كوب 27. يمكن مصر على اعتاب استضافه اهم حدث يعني في تاريخها وفي على مستوى العالم هو كبة المناخ في نسختها 27 في شرم الشيخ. يمكن وزارة الشباب والرياضة برعايتها للحدث النهاردة تؤكد على أهمية هذه المبادرة، وأن هي مبادرة مهمة جدا في مجال التوعية بالتغيرات المناخية. يمكن استخدام وسيلة نظيفة من شاب مصري يطمح لنشر الوعي بالثقافة البيئية والحفاظ على البيئة في مختلف محافظات الجمهورية من بداية من أسوان حتى شرم الشيخ، تدل على أن عندنا شباب مصري واعي متى توفرت له الفرصة ينطلق. احنا في الرحلة السنة دي بنحاول ان احنا نلقي الضوء على قضية تغير المناخ وتأثيرها على القطاعات المختلفة زي قطاع الزراعة، زي الآثار المصرية طبعا المهددة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والأمطار وبعض العواصف الترابية الرملية اللي ممكن تصيب بعض الأماكن، بالإضافة لكده طبعا تغير المناخ بيأثر على صحة المواطنين وبيأثر على النباتات بتاعتنا وعلى الحيوانات وعلى حياتنا عموما، زي ما كلنا بنشوف لما بينزل أمطار غزيرة مثلا كل حياتنا بتأثر. فبناء عليه الرحلة دي الهدف منها ان احنا نلقي الضوء على التأثيرات دي، ونلقي الضوء كمان على الإجراءات اللي كل واحد فينا محتاج يعملها عشان يعمل التغيير في حياته، أو نعمل التغيير في بلدنا، أو حتى نعمل التغيير على مستوى العالم كله. الحقيقة احنا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة التدريبية بتاعها اللي هو المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أطلقوا مبادرة اسمها كن سفيرا للتنمية المستدامة، بتهدف بالأساس لنشر ثقافة التنمية المستدامة والتوعية بالأهداف الأممية بين الشباب المصري من سن 18 ل 35. احنا موجودين النهاردة عشان ندعم علي اللي هو أصلا احد خريجي مبادره كون سفيرا، كان عنده فكره طموحه جدا ان هو يلف محافظات الجمهوريه كلها بدايه من ابو سمبل لحد ما يوصل لشرم الشيخ اثناء كوب 27 بالدراجه الكهربائيه كوسيله نقل صديقه للبيئه، وخلال رحلته دي هيتوقف عند كل محافظه وهيعمل نشاط خاص بالتنميه المستدامه عشان يوعي الشباب وكمان عشان يوثق التغيرات المناخيه اللي حاصله جوه كل محافظه. الحقيقه وزاره الشباب والرياضه
انا شخصيا بتشرف بان انا اشتغل معاها من سنين طويله. هم كانوا راعي ليا في الارقام القياسيه السابقه اللي انا قمت بيها، ومن اول الجهات اللي رحبت بدعم المبادره. الوزاره الحقيقه بتقدم دعم في عدد من الاماكن، زي تنسيقات مع عدد من النوادي لزيارتها، مراكز الشباب، لوجيستكس او يعني اقامه لفريق العمل في بيوت الشباب على مدار الرحله، دعم اعلامي، دعم في حاجات كتير جدا. الوزاره يعني ما شاء الله مقدمه حاجات كتير جدا للمبادره، ومش المبادره دي بس، حتى المبادرات السابقه اللي انا قمت بيها. يعني فكرة هنا إلقاء الضوء على ملف من الملفات الشائكة عالميا، أعتقد ده أمر مهم جدا طبعا مع مؤتمر المناخ اللي هيقام بإذن الله في مصر. حاجة مهمة أن أنت تبدأ من دلوقتي تشتغل تعمل توعية للمجتمع. ناس كتيرة ما تعرفش أصلا يعني إيه تغيير مناخ، هذا المصطلح اللي بنسمعه في الإعلام لكن ما بنفهمش معظمنا يعني، أو بعض الناس ما بتبقاش فاهمة يعني إيه تغيير المناخ ويعني إيه تأثيره على العالم، تأثيره على الكرة الأرضية بشكل عام. لا، ده تأثيره كبير جدا وسلبي جدا، ويمكن تغيير المناخ ده أكثر ما يهدد أمن العالم. هذا الملف ملف شائك للغاية. كنت بقول لحضراتكم أنا وكريم اتكلمنا عنه كده سريعا، لكن على فكرة يا كريم احنا ممكن نعمل فقرة كاملة عن تغيير المناخ الأسبوع الجاي إن شاء الله، نتكلم بالتفاصيل ونتكلم تبعات ده إيه، وإن بيقال إن في مدن هتغرق كمان 50 سنة وأكتر، وفي فصائل معينة من الكائنات الحيوانية وغيره برضو هتنقرض. يعني الموضوع صعب جدا، هتلاقي بلاد فيها ذوبان للثلوج بشكل مبالغ فيه، يعني كلها كوارث طبيعية إحنا في غنى عنها، ولكن للأسف الشديد نتيجة ده طبعا نتيجة أعمال كتيرة جدا العالم كله كان بيشارك فيها من استخدام خاطئ للطاقة أو المبالغة في استخدامها. طيب خلينا يعني نرحب بدكتور منار غانم، هي عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار بونجور، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذ انا هوند استاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بيكي، ومعلش هنطول بقى معاكي، هنبدا بدرجات الحراره طبعا، ويمكن يعني مقارنه النهارده بامبارح، لا النهارده في انخفاض الى حد ما، امبارح مثلا كان 30 تقريبا، لا كان 21 19 كان كام يا كريم؟ 30 21 كان 30 كان 30 21 النهارده 29 20، ففي انخفاض الى حد ما ملحوظ. ويقال وطبعا حضرتك هتصلح لنا هذه المعلومة أو تأكديها، إن الأسبوع ده إن شاء الله هيكون بيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ربما يصل لسقوط أمطار كمان، هل الكلام ده مظبوط يا دكتور؟ اتفضلي. بالفعل احنا بنشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بتأثر طبعا على درجات الحرارة. درجات الحرارة انخفضت عن الأيام الماضية، بالإضافة كمان وجود السحب المنخفضة والمتوسطة بيحجب جزء من أشعة الشمس وبيحد من تأثير أشعة الشمس، فبيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وعدم كمان الإحساس بوجود نسب رطوبة في الجو. فبالتالي متوسط درجات الحرارة لنهاية هذا الأسبوع ما بين 29 و 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. حلو. خلال فترات النهار، خلال فترات الليل ما بين 21 و 22 درجة مئوية، يعني انخفاض كمان ملحوظ خلال فترات الليل. أجواء فترة النهار أجواء معتدلة الحرارة على أغلب المناطق الشمالية مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية. خلال فترات الليل أجواء لطيفة، أول ساعات الليل مائلة للبرودة، خلاص البرودة هنحس بيها فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. كويس. بالإضافة كمان فرص الأمطار لنهاية الأسبوع هتكون أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أمطار خفيفة يعني هتأثر في بعض المناطق والمناطق الثانية لا، لكن بصفة عامة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. كويس. لكن متوقع من يوم السبت يكون في حالة من التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. الحالة دي هتأثر على شمال البلاد، السواحل الشمالية الوجه البحري، حتى تمتد كمان للقاهرة الكبرى. هتبدأ من مساء يوم السبت وتستمر معنا يوم الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله. هيكون فيها فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، يعني كمياتها هتختلف من محافظة لمحافظة. هيكون معها انخفاض في درجات الحرارة، يعني العظمى على القاهرة الكبرى متوقع توصل ل 26 درجة مئوية، انخفاض كمان في درجات الحرارة فترات النهار، وهيكون معها كمان نشاط رياح. هي حالة من التقلبات الجوية، لكن تفاصيل الحالة بالضبط كميات الأمطار يعني ممكن مع غدا أو بعد غدا، لأن الكويس دايما معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وارد يحصل تغيرات دايما في الحالة الجوية، لكن كميات الأمطار هتبقى شكل كبير على المناطق الساحلية، ممكن توصل لأمطار متوسطة على
المناطق المطله على البحر المتوسط وهتمتد كمان لمحافظات الوجه البحري. ده كلام والله العظيم محترم. يعني على كل حال، طيب كده احنا اطمننا على الطقس عشان برضو الناس تبقى عارفه وتخلي بالها لو اي حد عنده مثلا ايفنت، خطوبه، فرح، الناس تبقى عارفه تحديدا يوم السبت هيبقى فيه انخفاض يعني الى حد ما ملحوظ اكتر. طيب احنا كنا بنتكلم يا دكتور منار عن فكره هنا تغيير المناخ طبعا، واحنا عندنا مؤتمر في غايه الاهميه ان شاء الله الشهر القادم، والعالم كله عنده هذا الملف ملف شائك، لان زي ما كنا بنتكلم هو يعني بيهدد امن العالم، مش امن منطقه معينه، امن العالم ككل. طيب احنا اتكلمنا في الاسباب قبل كده، بس لو حضرتك تحبي برضو نستفيد معاكي فيها، بس انا يهمني بقى احنا خلاص عرضنا المشكله، ايه هي اساليب الحد من هذه الظاهره اللي ممكن نقول في مقدورتنا او في مقدوره حتى الدول النامية إن هي تنفذها؟ طبعا منها أنا عارفة مثلا اعتماد على الطاقة المتجددة، الغابات تكون أكبر بكتير، لكن برضو خلينا نعرف من حضرتك عشان لو حضرتك يعني لديكي من المعلومات اللي يفيدنا علشان نقدر إن احنا نوصل المعلومة كمان للسادة المشاهدين. اتفضلي. خلينا نقول إن السبب الأساسي كلنا عارفينه هو زيادة الغازات الكربونية أو غازات الاحتباس الحراري، فزيادة الغازات دي هي اللي بتأثر في التغيرات المناخية ومنظومة التوزيعات الضغطية، وهي السبب الأساسي في طبعا التغيرات المناخية. العامل البشري ليه دور مهم جدا، الدول النامية ودول أفريقيا تأثيرها في الانبعاثات دي قليل جدا، أغلب الدول الصناعية الكبرى وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي هي اللي بتشارك بنسبة كبيرة جدا في نسبة انبعاث الغازات دي، فهو لازم الدول دي تحد من الانبعاثات دي، لازم تقلل استخدامها للوقود الاحفوري. انا اسف لمقاطعتك يا دكتوره، بس في نفس النقطه دي في نفس السياق بس عشان الكلام ما يروحش مننا، احدى هذه الدول الاوروبيه الكبرى وهي واحده من اقوى اقتصاديات العالم او اقتصادات العالم كانت صرحت في وقت سابق ان هي هتمتنع تماما عن استخدام الفحم تحديدا، ولكن بعد ازمه الطاقه اللي طبعا ناتجه عن الحرب الروسيه الاوكرانيه رجعت وصرحت وقالت ان هي مضطره ترجع تستخدم الفحم مره ثانيه. فالى اي درجه القرارات اللي بتطلع من اي مؤتمرات معنيه بتغير المناخ هي فعلا قرارات او توصيات ملزمه للدول المتسببه او المشاركه في احداث هذا التغير المناخي؟ هي الفكره ان لازم ننتقل بقى من فكره ان احنا بنطلع قرارات وتوصيات، لازم ننفذ، لازم ننفذ القرارات والتوصيات اللي بتطلع لكل الدول. خلينا نقول ان هم محورين اثنين مهمين في التعامل مع ملف التغيرات المناخيه، هو اول حاجه تقليل الانبعاثات، ثاني حاجه التكيف مع التغيرات المناخيه، لان احنا حتى لو قللنا الانبعاثات والدول دي قللت الانبعاثات ده هياخد معانا مدى طويل، هيبقى متاثر بالتغيرات المناخيه، لازم الاول نتكيف مع التغيرات المناخيه. ويمكن مؤتمرات المناخ معظمها بتدعم بمليارات الجنيهات او مليارات الدولارات الدول الناميه اللي بتتاثر بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه وهي مش مؤثره في منظومه التغيرات المناخيه، فاحنا لازم دعم كبير جدا للدول الناميه والدول الافريقيه، لازم ندعم البنيه التحتيه وتغيير البنيه التحتيه عشان نتكيف مع التغيرات المناخيه وظواهر الطقس الجامحه او العنيفه. لازم زي ما احنا قلنا طبعا بعض الدول تتجه للاقتصاد الاخضر والطاقه النظيفه وطاقه الرياح، يمكن هنا في جمهوريه مصر العربيه بدات تتكيف مع التغيرات المناخيه بعده مشاريع كبرى، زي طبعا تحول الاقتصاد الاخضر، استخدام الطاقه النظيفه، ربط قطاع النقل زي مشروع المونوريل، هي عده مشاريع. بس زي ما قلنا في الاول يعني المؤثر الكبير والاساسي هو الدول الاوروبيه، هي اللي لازم تقلل الانبعاثات، لازم نوصل لزيرو يعني انبعاث، نقلل من الاحترار من ارتفاع درجه حراره سطح الارض عشان نبدا نتعامل ونبدا يعني نحاول نواجه شويه التغيرات المناخيه. وزي ما قلنا التكيف مع التغيرات المناخيه دعم منظومه الانذار المبكر اللي دايما هتنبأ لنا بوجود ظواهر الطقس العنيفه، لان زي ما حضرتك قلتي في الاول التغيرات المناخيه هي مش بتاثر على جانب واحد درجات الحراره او حاله الطقس، هي بتاثر على كل جوانب الحياه بالزبط. فعلا بتهدد امن المواطن. على كل حال ملف يعني اكيد مش هينتهي من يوم وليله، لازم هياخد شغل وبقاله سنين يعني، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في قرارات ملزمه للعالم كله يعني يتم من خلالها فعلا تقليل النتائج اللي بتصدر من فكره هنا تغيير المناخ. نتمنى ذلك علشان امننا كلنا يعني، ما تستمرينا كده كمان 100 سنه كمان ما اعتقدش يعني كوكب الارض هيبقى عليه حياه. اشكرك جدا دكتور منار على هذه المداخله. وبالنسبه لبس النقطه انت اتكلمت فيها كريمه، هي فكره الاتفاقيات الدوليه اللي احنا درسناها في الكليه عندي، يعني بيبقى في طبعا اتفاقيات دوليه لما يتم
الامضاء عليها او خلاص انت مضيت وعملت الاتفاقيه دي بتبقى ملزم بيها بشكل رسمي، ولكن بيبقى في بعض الاتفاقيات اللي ممكن ان انت تخرقها لو حصل حاجات زي مثلا اسباب القاهره اللي هي يعني ظروف قاهره منها الحروب، يعني يندرج تحتها الحروب والظواهر الطبيعيه منها البركان والزلازل والحاجات اللي زي كده، ساعتها ممكن الدوله اللي هي ماضيه على الاتفاقيه الدوليه ان هي لا تلتزم بهذه الاتفاقيه وفقا لحاجات زي كده، ومنها الحروب اللي بنمر بيها يعني. بس ده ما منعش ان احنا ده ما منعش ان الموضوع قائم يعني. اللي عايز اقوله لك ان دلوقتي بقى في حاجه انجاز التعبير، يعني انجاز ان انا استخدم المسمى ده، بقى في بجاحه سياسيه، بقت في دول ودول عظمى بتتكلم في امور يعني المفروض تكون هي يعني اول الناس اللي حريصه على تنفيذها، وهي بتتكلم في ان هي مش هتنفذها ووش كده يعني لان الدول دي مش هتعرف تفرض عليها عقوبات دوليه هي لان هي دول كبرى. عشان كده كنت بسال هل التوصيات دي فعلا ملزمه ولا هي حبر على ورق؟ نتمنى يكون في فعلا تغيير في قمه المناخ اللي جايه، يكون في قرارات ملزمه اكتر من كده، امور تلتزم بها الدول الصناعيه الكبرى تجاه فكره هنا الحد من تغيير المناخ، لان لا يمكن تقضي على تغيير المناخ، يعني كارثه زي دي مش هنقضي عليها، لكن الحد من يعني تاثيرها. طيب احنا نطلع فاصل ولا ايه؟ ونرجع بعديها نكمل، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم اكيد مره كمان، ودلوقتي خلينا نروح يعني نقرا بقى الصحافه عبر السكايب، والاستاذ ايمن جلبرتو معانا الناقد الرياضي طبعا الكبير، ونتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. النهارده معانا ثلاث اخبار، بس ثلاث اخبار مهمين جدا ويمكن هم الاحدث كمان على الساحه الرياضيه. بس خلينا الاول نشوف بقى استاذ ايمن معانا، يعني يا مسيو صباح الخير. صباح النور. صباح الفل، وبنسعد بجد بوجودك معانا. وخلينا نبدا كده بقى سريعا، معانا ثلاث اخبار زي ما كنت بقول بس مهمين جدا. طبعا اول خبر من صحيفه السوبر بيتحدث عن دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد بيتعادل بهدف لمثل مع شختار، وتشيلسي بيتغلب على مستضيفه لميلان بهدفين نظيفين، مباراه قويه جدا. باريس سان جيرمان بيتعادل بهدف لمثل مع بنفيكا، وطبعا مبابي حوار كبير جدا هنتكلم بشانه. بس خلينا نبدا هنا، انت ازاي شفت اصلا فكره مباريات هنا التعادل وتاهيل ريال مدريد لدور ال16؟ بتتكلم كمان تاهيل مبكرا. يعني كالعاده ريال مدريد هو فريق البطوله دي، حتى كان في تصريح متداول كده لجوارديولا بيقولوا مانشستر سيتي ما بيكسبش ليه دوري الابطال، او لما بيتاهل للنهائي ما بيكسبش ليه دوري، قال طالما ريال مدريد موجود الموضوع صعب يعني كان بيهزر. فلا، ريال مدريد اعتقد التعادل اللي حققه في الدقائق الاخيره وصوله للنقطه العشرة، كمان شفنا الصوره بتاعت روديجر صاحب الهدف وهو وشه كده فيه دم او حاجه زي كده. لا، فريق البطوله ريال مدريد هو حاليا متصدر 10 نقاط، خلاص تقريبا نقدر نقول ان هو يعني شبه حسم فكره التاهل للدور القادم، يعني يمكن بس باقي المباريات لمعرفه الترتيب النهائي سواء مركز اول او ثاني، لكن نقدر نقول ان هو خلاص يعني حسم التأهل. كمان لو بنتكلم عن ميلان وتشيلسي، أعتقد المباراة كانت مثيرة جدا. أنا الأمانة ما اتفرجتش عليها، بس الناس كانت بتتكلم على فكرة إن ميلان كان ليه اتحسب عليه ضرب جزاء وطرد في الآخر، والناس كانت بتنتقد التحكيم بشكل كبير جدا. ف يعني معرفش الامانه، انا ما شفتش الماتش، بس واضح ان كان في مشكله في التحكيم، وكان في مشكله في الفار في المباراه، وكان في كمان طرد ميلان مبكر جدا لتوموري، فواضح ان كان في مشكله تحكيميه. ولكن تشيلسي يمكن اوروبيا او في الفتره الاخيره هو الى حد ما بيحاول يظهر بشكل جيد. اما باريس سان جيرمان، لا قبل ما ندخل يا ايمن على باريس سان جيرمان، لان لازم نقف شويه هنا في المباراه وتشيلسي وميلان وفكره هنا التحكيم برضو. انت بتشوف ازاي الموضوع اللي واصل دلوقتي؟ نحن ما كناش بنسمع زمان عن مشكله التحكيم يعني بهذا الشكل في الخارج، يعني ده سواء دوري ابطال او مثلا دوري انجليزي او غيره. لا، الموضوع دلوقتي ومش اول مره نسمعها، فانت بتفسر ده بايه؟ وفكره كمان هنا تقنيه الفار هي اللي عامله مشكله، اللي المفروض اصلا هي معموله علشان اي مشكله تتفاداها، يعني يكون في كمان يعني احترافيه ودقه في التحكيم، فازاي هي اللي بتعمل مشكله؟ وفكره كمان الطرد امبارح، ما فيش حد ما قالش ان ده كان طرد تعسفي بشكل كبير جدا يعني. اعتقد لا، لان في الاخر برضو اللي بيتحكم في الفار او اللي قاعد على تقنيه الفار هو حكم، يعني
هي بشر، يمكن لو بنتكلم عن اوفسايد او الكره عدت الخط او لا، ده بنتكلم عن دلوقتي في تقنيات اوتوماتيك اللي هي خط المرمى، دي بتبقى ساعه في الحكم بتدي له جرس وقت ما الكره تعدي او ما تعديش. دلوقتي حتى في تكنولوجي معينه هي اللي بتحدد الاوفسايد، فلو في اي مشكله نقدر نقول ده عطل، لكن الفار عموما ده بيبقى الحكم هو اللي قاعد. فالنهارده برضو الحكم لو عنده مشكله او حكم غير جيد، او يعني طبعا احنا مش عايزين نتكلم فكره حكم امين او غير امين او حكم عنده مشكله، لا احنا بنتكلم عن مستوى حكم، ممكن حكم يبقى غير جيد مش في يومه مش مركز، النهارده بيطلع القرار بالشكل ده وبيبقى فيه مشكله. وشفنا يعني حتى في السنين الاخيره طبعا في وجود الفار اخطاء كثيره قلت، وفي فرق كثير ممكن يبقى النهارده سجلت هدف يتلغي بسبب ان بعد ما يتراجع ان هو في مشكله، ولكن هتفضل دايما طالما العنصر البشري هو اللي وحتى لو مش عنصر بشري، حتى النهارده لو الموضوع فيه تكنولوجي بنسبه 100% ووارد الخطا هيبقى موجود فيها، لان شفنا ساعات اعتقد انا يعني مش متذكر طبعا المباراه، ولكن في حالات كتير كانت في الدوري الانجليزي ان الساعه اللي هي الحكم بيبقى لابسها عشان خاطر الجول لاين تكنولوجي ما بتشتغلش. فالنهارده ممكن يبقى حكم، ممكن تبقى الكرة عدت الخط مثلا والساعة ما صفرتش خلاص، فالحكم نفسه ما حسبش الهدف، فهنا مشكلة. فهيفضل لازم في نسبة خطأ موجودة ودي حاجة طبيعية جدا، ولكن مع الفار بيبقى صعب تقبل فكرة الأخطاء اللي هي بتبقى من نوعيات إيه، ضرب الجزاء مثلا ما تتحسبش أو تتحسب، لأن دي أنت عندك الفيديو بكل الزوايا الممكنة، ففي حاجات ما بتبقاش جدليه. انا زي ما بقول لك انا ما شفتش للامانه اللقطه دي، لكن الناس كتير جدا اتكلمت عليها وفرضت جدل كبير، خصوصا ان حتى لو ضربه الجزاء صحيحه الكلام كمان كان عن القرار بتاع الطرد اللي هو ممكن يكون قرار مبالغ فيه شويه. فيعني نتمنى ان الامور تبقى افضل تحكيميا، لان القرار بيفرق، مع بيفرق ملايين دلوقتي مع انديه. النهارده ميلان لو ما تأهلش مثلا لدور ال 16 في دوري ابطال اوروبا وراح الدوري الاوروبي، هو اكيد هيبقى خسر فلوس تتعلق بالبث وتتعلق بتسويقه وتتعلق بتذاكر مثلا مباريات دوري ابطال اوروبا عن الدوري الاوروبي. فالموضوع دلوقتي بقى متشعب وليه قصص كتير يعني. صحيح، دي من ناحية التجارية يعني أكتر، لكن كمان على صعيد المشجعين أكيد ده بيبقى حزن، بيبقى قهر، بيبقى يعني أكيد أمر غير مرضي تماما كمان على الصعيد يعني الجماهيري. طيب من الجمهورية خليني أروح معاك برضو يا أيمن، والمانشيت بيتكلم عن المواجهات النارية بداية بين برشلونة وإنتر طبعا بدوري الأبطال، بعد كده بيتكلم عن ليفربول إن صلاح بيطمح لمداواة الجراح يعني أوروبيا. احنا بنتكلم دلوقتي في ليفربول وجلاسيكو رينجرز، هل أنت بتعتقد مبدئيا المباراة دي هتكون سهلة؟ ده سؤالي الأولاني. كمان لو هنروح بعد كده توقعاتك طبعا للمباراة القوية جدا والمتوقع إن هيكون فيها تنافسية شديدة على الأرض اللي ما بين نابولي وآياكس. طيب خلينا نتكلم عن صلاح الأول. طبعا يمكن حتى العنوان في الصحيفة بيتكلم عن صلاح بيطمح المداوات جراحة أوروبية. صلاح أوروبية ما نقدرش نقول إن عنده مشكلة، لأن حتى أرقامه ولعب ليفربول لعبوا 3 مباريات صلاح مسجل هدفين، فما في ما أعتقدش في أزمة، ولكن الأزمة إن حالة ليفربول نفسها فيها مشكلة. فرقه ليفربول في الدوري الانجليزي مش ماشيه بشكل كويس، بنتكلم هم في المركز العاشر تقريبا، في العاشر بالظبط، لعبوا 8 مباريات من 10 يعني الجوله اللي جايه في الدوري الانجليزي الجوله ال 11، ولكن هم ليفربول اتاجل لهم ماتشين بسبب طبعا وفاه الملكه اليزابيث، فمن 8 ماتشات ان هم يكسبوا ماتشين بس طبعا بدايه صعبه جدا، خساره لسه من ارسنال 3-2، خساره قبل كده من مانشستر يونايتد، المباراه اللي جايه امام مانشستر سيتي وهو في حاله فوقان، وكمان مانشستر سيتي كان عنده فرصه انه يريح بعض نجومه في المباراه بتاع دوري الابطال، فالامر صعب جدا على ليفربول. صلاح كمان في انجلترا في ال8 ماتشات ومسجل هدفين اعتقد، وعامل كمان 2 اسيست او حاجه كده، يعني ارقامه طبعا حاليا في الدوري الانجليزي مش اللي معتادين عليها، لكن ده بسبب حال عامة في ليفربول، خصوصا مع توهج هالاند، مع ان
هاري كين برضه في حالته، متروفيتش يعني صراع الهدافين دلوقتي بعيد، الموضوع بعيد. بنتكلم هالاند لوحده جايب 15 جول، ليفربول كتيم جايب 20 جول، فبنشوف الموضوع عمل ازاي. ولكن المباراه من المفترض انها تكون في المتناول لليفربول، يعني يكسب عشان ياخد خطوه كويسه للامام، انه خلاص يبقى حاسم تاهله. يعني هو 9-6 نقط، لو كسب يبقى 9، وبنسبه كبيره ممكن نابولي يكسب اياكس، فالامور خلاص تبقى محسومه بنسبه ليفربول في مساله التاهل لدور ال 16. وبعد كده يبتدي الفريق يشوف ايه اموره في الدوري الانجليزي. لو هنروح عند برشلونه وانتر فالموضوع طبعا هو زي ما نقول هو ماتش نهائي، زي ما تشافي قال، ما يعني هو لا يقبل اي قسمة على اثنين بالنسبه لبرشلونه، لان وضعهم صعب. الخساره من انتر في المباراه بتاعت الجوله الثالثه، وكمان طبعا بايرن ميونخ كده كده ده فريق 9 من 9 زي ما بنقول. فالنهارده لو وبايرن ميونخ كمان لما يلعب فيكتوريا اعتقد ان هو هيكسب المباراه دي، فهو هيبقى 12 وخلاص نقدر نقول لبايرن عدى. ولكن برشلونه لو خسر من انتر، هنا بنتكلم ان الفريق تقريبا، او مش تقريبا، هو هيكون فقد فرصه تاهله لدور ال 16 لدوري ابطال اوروبا، وهينتقل للدوري الاوروبي. هيبقى انتر 9 برشلونه 3 باقي ماتشين، موضوع اعتقد الحسبه بتبقى مواجهات مباشره، يبقى خسران الماتشين قدام انتر، فالموضوع هيبقى صعب جدا 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 على برشلونه وتشافي، خصوصا ان برشلونه من المفترض ان الموسم ده هو شكله افضل من الموسم اللي فات تحت قياده تشافي. بالظبط. ولكن المجموعه نفسها صعبه، وكمان انتر بالنسبه يعني بالنسبه للناس انه عامل مفاجاه ان هو يكسب برشلونه في وضعه الحالي. فكامب نو المفروض فرص برشلونه تبقى اكبر، ولكن خلينا نشوف المباراه. اعتقد هتبقى مباراه مثيره جدا، واهم مباراه في الجوله دي، خصوصا كمان قبل الكلاسيكو، كلاسيكو ريال مدريد برشلونه يوم الاحد. الموضوع هيبقى فارق جدا نفسيا. بالزبط. حتى مع برشلونه لو كسبوا انتر، ولو خسروا طبعا الموضوع هيبقى صعب. هو على كل حال زي ما انت بتقول، طبعا برشلونه هذا الموسم ربما افضل طبعا من الموسم اللي فات واللي قبليه، ولكن اعتقد لسه حتى لو هنقول كده المصطلح بيداوي الجراح او المشاكل اللي هو كان بيمر بيها والازمات في الفتره السابقه، لسه ربما مش هنقدر نقول ان هو وقف على رجليه 100% او استعاد مره ثانيه يعني قوته. برشلونه لسه عنده ازمات، لسه يعني تبعاتها للاسف الشديد ظهر على الاداء وعلى الاداره. فنتمنى الفتره اللي جايه، حتى لو ما كانتش الموسم ده بس، حتى الموسم القادم، برشلونه يعود تاني لامجاده، لان نادي عريق، نادي له تاريخ، نادي له جماهيريه في العالم كله بشكل كبير جدا. الواحد فعلا مستغرب ان انديه عظيمه جدا، ولسه كنا بنتكلم انا وكريم في ده، اصبحت دلوقتي مش بتنافس حتى، يعني الموضوع فعلا فعلا غريب. خليني اختم معاك يا ايمن بيلا كوره. العنوان بيتحدث كده باريس سان جيرمان او بي اس جي، مبابي لم يخبرنا انه يريد الرحيل في يناير، وده طبعا رد على ما هو متداول في الفتره الاخيره بفكره ان مبابي عايز يسيب خلاص باريس سان جيرمان، حاسس ان في اخلال بالبنود بتاعه التعاقد مع النادي، هو مش حابب ان هو يجدد، حابب يروح مكان افضل. يعني خليني اعرف منك برضو لو عندك معلومات عن هذا الامر، فين الحقيقه؟ لا، هو دايما الفتره دي تحديدا الكلام كتير قوي على امبابي وموقفه. طبعا كمان شفنا كم فتره كان الخناقه بتاعه امبابي ونيمار، فدايما طبعا التجديد الهيصل زي ما بنقول كان اللي حصلت على تجديد عقد امبابي مع باريس سان جيرمان، رغم ان خلاص كان كل الناس عارفه ان هو تقريبا في ريال مدريد الموسم ده، ولكن تدخلات طبعا نتكلم في تدخلات حكوميه كبيره عشان خاطر يكمل في فرنسا وعقد خيالي. فاكيد دايما اي حاجه هيعملها مبابي في باريس سان جيرمان او اي حركه، لو متضايق، لو زعلان، لو النهارده عنده مشكله مع نيمار، دايما هيبقى الكلام ان هو هيرحل الموسم اللي جاي، لا هيرحل الموسم اللي بعده، لا ده في شرط مثلا في عقده ان هو ممكن يرحل الموسم يعني بعد الموسم ده لاي نادي مقابل مثلا شرط جزائي او فسخ عقد، او يعني في امور كتيره. وكمان حتى الخبر يعني او الكلام اللي الناس قلته ان باريس سان جيرمان لما قالوا له انت ماشي ممكن تروح اي نادي ما عدا ريال مدريد، يعني دايما هيبقى في جدل على مبابي. مبابي لعيب مميز جدا، الكلام ان هو مثلا متضايق من مركزه الجديد مثلا في الفريق، ان هو لو بيلعب
مش سترايكر، لا بيلعب جناح، لا يعني دايما هيبقى في جدل على مبابي. اعتقد صعب جدا ان يبقى في كلام عن رحيل مبابي في الفتره اللي جايه، لان النادي الوحيد اللي كان بابه مفتوح لمبابي هو ريال مدريد، واعتقد الموضوع ده اتقفل باللي حصل في بدايه السيزون، وان هو تجدد عقده مع باريس سان جيرمان، ان هو ما التزمش بكلمته مع بيريز وان هو يروح ريال مدريد. فاعتقد فكره ان هو يروح ريال مدريد في الوقت القريب ده صعب، حتى جماهيريا بالنسبه لريال مدريد اعتقد الموضوع هيبقى صعب. مانشستر سيتي حاليا مكتمل، ما اعتقدش ان هو محتاج لاعب زي مبابي. برشلونه ما اعرفش يقدر ماديا ان هو يجيب لعيب زي مبابي ولا لا. فالامور كده كده كل الطرق حاليا بتقول ان مبابي ملوش غير انه يكمل في باريس سان جيرمان. خلينا نستنى ونشوف في يناير وفي الصيف الجاي ايه اللي هيحصل، وكمان خلاص هو كلها شهر والناس كلها مش هتتكلم عن اي حاجه غير كاس العالم، فخلينا نشوف مبابي هيعمل ايه في كاس العالم، لانه عنده دلوقتي صراع مختلف تماما مع هالاند، فكره الهداف ومين اللي هياخد الكره الذهبيه بتاعت اللي هي الجولدن بول او الهداف الذهبي اللي بيبقى في اوروبا للدوريات الخمسه الكبرى، وكمان هم في صراع ما بينهم في دوري ابطال اوروبا كعلى الهداف. فخلينا نشوف السيزون هيخلص ازاي، وهل مين بقى اللي ممكن فيهم يقدر يقود فريقه للتشامبيونز ليج التاريخي. مانشستر سيتي بيحلم باللقب ده، باريس سان جيرمان بيحلم باللقب ده، هل حد فيهم يقدر ان هو ياخد فريقه للنهائي وياخد بيه اللقب؟ خلينا نشوف. هي دي النقطة فعلا، والتنافسية يمكن هما كمان سن بعض، هالاند ومبابي تقريبا هو 23 و22، ففي عواجيز عندهم 22 23 سنة تنافسية هتبقى شديدة. ولو ان الناس الارجح اللي انا بسمعه يعني يقول لك لا هالاند طبعا هو اللي هيفوز، الناس منبهرة بهالاند بشكل كبير، وهو بصراحة بدايته، وقلنا الكلام ده قبل كده، بدايته اقوى من بدايات عمالقة في كرة القدم، يعني لو قارنته حتى بميسي هتلاقي بدايته قوية جدا او تكاد تكون قريبة جدا. ف لا هذا الشخص او هذا اللاعب اعتقد كده ان هو ليه مستقبل عظيم جدا في كره القدم، فهنشوف بالظبط. بس انا برضو من الناس المتوقعه ان اعتقد هالاند هو اللي هيفوز يعني بالجائزه دي، هنشوف. على كل حال هالاند تهديفيا طبعا اعلى كتير، مانشستر سيتي كمان بيساعده في كده، بس مهاريا بقى ممكن مبابي لو انت تتكلم مهاري اكتر. نعم، لو بتقول تهديفيا هالاند، مهاريا يعني البعض بيقول لك هالاند تهديف عنده عالي لكن ما فيش المهاره الكافيه، لكن يمكن مبابي عنده هذه المهاره لو انت تتفق. بالظبط، مبابي يمكن مهاريا يعني احسن وكمان اسرع، مبابي السبرنت بتاعه قوي جدا، ولكن هالاند يعني هما الاثنين على فكره مختلفين عن بعض، يعني الاثنين ممكن يلعبوا مع بعض في العموم، يعني لو في فرقه حابه تجيب الاثنين مش هيبقى في مشكله، لان الاثنين نقدر نقول بيكملوا بعض. هالاند المهاجم الصريح بتاع الصندوق ده، اللي هو تمركزاته جيده، بيلعب بدماغه بشكل قوي جدا، تسديداته قويه، يمين شمال شغال، فهو هداف اللي هو اي حد بيتمناه، سترايكر اي حد بيتمناه، وكمان لما بينزل يستلم الكوره وممكن تلاقيه بيصنع فرص لزمايله. مبابي بعيدا عن فكره ان هو بيهدف، لا كمان عنده زي ما انت قلت كده المهاره، عنده السرعه، عنده حته فنيه كده بتبقى جميله، فالاثنين بيكملوا بعض. ولكن حاليا اعتقد ظروف هالاند افضل في فكره ان مانشستر سيتي وطريقه لعب مانشستر سيتي والدعم اللي هو بيحصل عليه كمان يعني. رائع جدا ايمن، بشكرك جدا زميلنا العزيز ايمن جلبرتو، بشكرك على هذه القراءه الرائعه للاخبار. ونصبح على كريم كمان دخلنا على طول في الاخبار، فشكرا. صباح الفل. كنت عايزه اقول على ايه، على فكره هالاند يا كريم، فعلا يعني اعتقد ان هو ممكن يفوز بالكره الذهبيه، ده توقعاتي يعني. مفيش شك في ده بالمعدل اللي هو ماشي بيه، لان احنا بنتكلم على بني ادم مش بني ادم، احنا بنتكلم على حد اقرب للروبوت زي ما كتير من الجماهير الانجليزيه مضت بشكل طبعا تهكمي بشكل ساخر على بيطالبوا برحيله عن الدوري الانجليزي بمنطلق ان هو مش بني ادم اصلا، ده مش بني ادم. بس الخوف طبعا بقى إيه؟ الخوف ايه بقى؟ الخوف إيه؟ ان يقول لك باريس سان جيرمان يضمه كمان، فانت كده باريس سان جيرمان يبقى واخد كل تقسيمه بينهم وبين بعض وخلاص، على يبقى كده حصل على ايه؟ كل الاسماء بتاعه اللعيبه العالميه. لو تلاحظي يعني كنت لسه امبارح بتكلم معاكي في تفصيله، ان في كتير من الاحيان بيبقى فعلا في عالم نجوم كره القدم فعلا اللي بيخرج من داره بيتقل مقداره، شايفينه بنسمع كل يوم والتاني بقالنا فتره عن ان في احد نجوم كره القدم العالميين مش راضي كل الرضا، مش سعيد كل السعاده بوجوده في النادي اللي هو بيلعب فيه، وده ياكد لنا التفصيله بتاعت ان النجوم اللي صنعوا اسطورتهم الحقيقيه في نواديهم الاصليه
فعلا لما بيطلعوا بره ناديهم الامر يعني الصوره بتتهز بشكل كبير. طبعا محبي الدوري الانجليزي اكيد هيكونوا قاعدين مستنيين اللقاء اللي هيجمع ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، واكيد هيعتبروا انه هيكون في مباراه ثانيه موازيه ضمن السياق ما بين هالاند وبين يعني ما بين محمد صلاح. فبنتمنى لمحمد صلاح ان شاء الله يعمل شغل كويس في هذا اللقاء باذن الله. تحياتي طبعا لايمن، ما كانش عندي فرصه ان انا اصبح عليك. صباح الفل عليك يا ايمن، وسعيد بوجودك معانا. ايمن جلبرتو من الناس اللي رايقه جدا في نظرتها للامور وفي تحليلها، وعنده قدره على ربط الامور ببعضيها، فتحياتي ليك. قراءته كده تحسها جميل. كمان يعني دقيقه، مش بيقول جداً. حاجه من توقعاته، بيبقى دايما عنده مصدر طبعا جداً. على كل الاحوال دي كانت الصحافه الرياضيه. حضرات تعالوا بقى نشوف اخبار ومستجدات النادي الاهلي في فروع مختلفه وصلت لفين. ده اللي هنعرفه حالا من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون معنا فيها أهم الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى، ولكن طبعا خلينا يعني على رأس هذه الأخبار نبدأ بالمران وأخبار فريقنا الأول لكرة القدم طبعا، اللي بيستعد على قدم وساق لمباراة الإياب في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي هتقام طبعا أمام الاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 6 مساء. يمكن في اللحظات اللي احنا يعني بنتكلم فيها دلوقتي لسه المران مستمر، واللي بدأ طبعا أو يعني تجمعوا في تمام الساعة 9 صباحا ولسه مستمر حتى الآن، لأن هو الحقيقة مران قوي، لأن ده بيستأنف المران بعد حصولهم على راحة سلبية من المران أمس طبعا الثلاثاء. طبعا يمكن بعد التجمع في تمام الساعة 9 صباحا بدأ المران في تمرينات بدنية خفيفة داخل الجيم، ثم بقى يعني بدأ المران بشكل قوي جدا على ملعب مختار التتش. يمكن أبرز ما جاء في المران النهاردة يعني اللي كمان بعد الانتهاء من التدريبات البدنية الخفيفة في الجيم بدأوا المران القوي في تمام الساعة 10 صباحا. يمكن الحقيقة بدأوا يعني عقب وصول كابتن سيد عبد الحفيظ، كان في احتفال يمكن كده صغير قبل بدء المران القوي طبعا في تمام الساعة 10 صباحا. ده طبعا بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة دالفورد الأمريكية الخاصة، يمكن طبعا بسبب مجاله الطويل في كرة القدم سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات الوطنية. الحقيقة إن يعني مستر مارسيل كولر كان حريص جدا إن هو يحتفل بكابتن سيد عبد الحفيظ مع بقية طبعا لاعبي النادي الأهلي. مستر مارسيل كولر كمان يمكن كان ليه تعليمات خاصة بشكل خاص مع محمد عبد المنعم، ده طبعا بسبب الجول اللي احرزه في مباراه الذهاب. وايضا مستر مارسيل كولر يمكن كان ليه يعني بعض التعليمات الفنيه لمحمد عبد المنعم. وعلى الجانب الاخر كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن كان ليه برضو حديث خاص مع احمد عبد القادر، يمكن كان فيها تعليمات فنيه بخصوص المباراه المقبله. وزي ما احنا عارفين يعني بيرسيتاو مش هيلحق او بنسبه 90% مش هيلحق بمباراه الاياب، ولكن لسه استمراره طبعا مع الفريق الاول لكره القدم في التمرينات يمكن هو لحق بالتمرينات بشكل اساسي. اما بقى بالنسبه لعمار حمدي فيمكن هو لسه يعني بيحصل له قياسات بدنيه خلال هذه الفتره علشان يكون او علشان يلحق خلال الفتره المقبله ان هو ينضم على بناء على هذه القياسات البدنية ان هو يكون موجود بشكل اساسي او يشارك بشكل اساسي في التمرينات الاساسية. كمان يمكن طبعا ننتقل بقى للأخبار الأخرى أو الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، يمكن أبرزها طبعا الفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا أكيد تأهلوا لدور الثمانية من منافسات البطولة العربية الأندية للمقامة طبعا في دولة الكويت. وطبعا أكيد طبعا يعني بعد فوزه على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 في اللقاء طبعا اللي جمعهم في الدور الـ16، يمكن
يمكن بدايه المشوار او كله او استهل يعني فريق كره السله للنادي الاهلي، كان فريق الحقيقه يعني متوج بالفوز، وبدا او استهل الفريق الاول لكره السله بالفوز على الميناء اليمني بنتيجه 132-53، ايضا على غرافه القطري بنتيجه 108-59، وايضا على الرياضي اللبناني بنتيجه 88-71، وبكده طبعا يكون تصدر مجموعته الفريق الاول لكره السله رجال، تصدر مجموعته في الدور ال 16 وتاهل الدور الثمانيه، طبعا ده بعد فوزه المهم جدا مساء امس على نادي اهلي حلب السوري بنتيجه 87-76. طبعا النهارده في مباراه هامه جدا في تمام الساعه الرابعه مساء، طبعا ده في منافسات ربع النهائي من البطوله العربيه للانديه. ايضا بقى على هامش هذه البطوله يمكن الاستاذ طارق انديل رئيس البعثه لفريق كره السله بالبطوله العربيه للانديه وايضا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كان حريص جدا ان هو يشارك في احتفالات ذكرى ال 49 لانتصارات طبعا 6 اكتوبر المجيده، ده طبعا اللي اقامتها او الاحتفالات اللي اقامتها طبعا سفاره مصر في الكويت، وكان حريص جدا طبعا ان هو يمثل النادي الاهلي في هذه الاحتفالات بطبعا ذكرى 6 اكتوبر العظيمه. طبعا يعني كان حاضر السفير اسامه شلتوت السفير المصري بالكويت، والعميد اركان حرب محمد عبد الله رجب رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري، وايضا عزت لبيب عضو النادي الاهلي واحد رواد الجاليه المصريه بالكويت. طبعا ده كان موجود في الاحتفال ايضا عدد كبير جدا من الشخصيات الهامه الموجوده في الكويت من السفراء والهيئات طبعا الدبلوماسيه. يمكن طبعا يعني كان احتفال هام جدا، وكان الاستاذ طارق انديل حريص ان هو يكون موجود علشان يمثل النادي الاهلي في هذه الاحتفالات الهامه. ايضا يعني خلينا بقى ننتقل ل يعني شباب سله الاهلي، ايضا كان ليهم فوز كبير جدا على نادي وادي دجله في الدور التمهيدي من بطوله منطقه القاهره، كانت النتيجه طبعا انتهت 54-22، يعني يمكن فرق سكور كبير جدا، ده طبعا كان في الدور التمهيدي زي ما احنا قلنا من بطوله منطقه القاهره. رجال يد الاهلي بقى يمكن بيستعدوا بشكل قوي جدا على قدم وساق ايضا استعدادا لبطوله كاس العالم للانديه او سوبر جلوب، يمكن خلاص ايام قليله جدا بتفصلنا عن يعني انطلاق المباراه الاولى لرجال يد الاهلي طبعا امام مدر السعودي يوم 18 اكتوبر، وامام بنفيكا البرتغالي هتقام المباراه الثانيه في يعني يوم 20 اكتوبر. طبعا خلينا بقى نختتم اخبارنا للرياضات الاخرى النهارده، الحقيقه ان في مباراه هامه جدا لسيدات سله الاهلي طبعا في تمام الساعه 8 مساء، ده يمكن المباراه الرسميه الاولى في بطوله منافسات دوري المرتبط هتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله الاهلي بمقر النادي الاهلي هنا بالجزيره، ده طبعا بعد ما كان في استعدادات قويه جدا خلال الفتره الماضيه ومعسكر مغلق لسيدات سله الاهلي، وإن شاء الله طبعا يحالفهم الحظ النهاردة في أولى المباريات الرسمية ليهم في تمام الساعة 8 مساء أمام نادي مدينة نصر. طبعا دي كانت كل أخبارنا المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم اللي احنا طبعا بنتمنى له التوفيق يوم السبت المقبل في مباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري، وطبعا كل الأخبار المتعلقة بالرياضات الأخرى داخل النادي الأهلي. جميل كالعادة، تغطية وافية وكافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وطبعا أكيد كلنا دعواتنا يعني لم تنقطع إن شاء الله نشوف ماتش حلو جدا يوم السبت الجاي بإذن الله في ماتش الإياب بين الأهلي واتحاد المنستيري، إن شاء الله إن شاء الله نعمل شغل حلو ونأكد على يعني شوية الإرهاصات اللي شفناها الفترة اللي فاتت واللي ادتنا إحساس بشيء من الطمأنينة فيما يتعلق بما هو قادم. أكيد هنتكلم في التفاصيل دي كلها مع كابتن أحمد عبد الفتاح اللي هينورنا بمجرد العودة من هذا الفصل. خليكم معنا. خلصنا الشوط الاول، عندنا الشوط الثاني يوم السبت ان شاء الله. البدايه كانت كويسه جدا، كنا محتاجينها جدا في التوقيت ده، كان لازم ان احنا نكسب، كان لازم ان احنا نفوز، كان لازم ان احنا نشوف اداء كمان على الارض حلو. شفنا ده الى حد كبير، ولكن رجعنا قلنا تاني خلصنا من الشوط الاول يلا نركز في الشوط الثاني. الجماهير حتى ما بقاش عندها حته او لزعه هنا الانتقاد، ما حدش ضخم قوي من اللي حصل، وما حدش حتى انتقد اي حاجه حصلت، قال لك خلينا ننتظر، خلينا ما يبقاش عندنا يعني اسبقيه هنا الحكم على اي حاجه، وده اعتقد في حد
حد ذاته يعني إنجاز كبير جدا وثقافة متغيرة، وأعتقد ده اللي احنا كنا محتاجينه، ده اللي بيترجم إن هو دعم في الأول وفي الآخر لمجلس الإدارة وللجهاز الفني وللنادي الأهلي. كابتن أحمد صباح الفل. كابتن أحمد عبد الفتاح طبعا نجم الأهلي السابق اللي منورنا، وسعداء بيك وبقالك غيبة برضو فترة طويلة، صباح الفل عليك في البداية. صباح الخير، وصباح الخير يا كريم. صباح الفل. صباح الخير على جميع النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل ما ينتمي للنادي الاهلي. منور الدنيا، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، واكيد عندنا تفاصيل كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها. اكيد. وبطبيعه الحال لازم تكون البدايه بالاقرب اللي هو اللقاء بقى المرتقب، الاياب بين الاهلي واتحاد المنستيري التونسي. في ضوء اللي شفته في الشوط الاول انجاز التعبير اللي هو مباراه الذهاب، تتوقع هيحصل ايه ان شاء الله في مباراه الاياب؟ قبل اي حاجه بتبقى نقول بدايه مطمئنه لجماهير النادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي، جهاز فني جديد لسه بيحط بصماته على التيم. التشكيل كمان بدا يخش فيه ناس بقالهم كتير ما دخلوش، مثلا زي محمود متولي اللي ظهر بصوره جيده جدا من وجهه نظري، اول مره يلعب جنب عبد المنعم، ففي حاجات كتيره بتخش للتشكيل. سافيو اللاعب البرازيلي اللي ظهر من وجهه نظري بصوره جيده في اول مباراه. لسه بنقول يعني مش عايزين نحط الراجل تحت اختبار، لا احنا لسه في بصماته بتخش شويه بشويه. بدايه كويسه طمنتنا انك تكسب اتحاد المستيري في تونس. انت عارف الملاعب التونسيه والجماهير التونسيه والفرقه التونسيه مع مباراه الفرقه المصريه بتبقى مباراه صعبه جدا، هتكسب هناك طبعا. على الملعب الاتحاد المستيري هناك دي بدايه كويسه جدا، واداء مطمئن، كوره بتتلعب شكلها حلو. الحمد لله بقالنا كتير ما شفناش النادي الاهلي بالشكل ده، انا شايف ان دي بدايه مطمئنه ان شاء الله. كويس جدا. فكره هنا الحكم من الاول كده على الاداء او المبالغه في الحكم، مش بتكلم من جماهير النادي الاهلي، خلينا نتكلم على بعض ما قيل او كتب او حتى بعض المنابر الاعلاميه اللي البعض فيها طلع وقال لك اصل سافيو ده مش عارف ايه، اصل احنا ما ينفعش نحكم غير لما نشوف، انا مش شايف حاجه قدمها كولر. عارف حضرتك بعض الحاجات اللي بتتقال، التركيز زياده قوي وغير منطقي الكلام، واحنا لا يعني احنا بجد ما بنردش، ما بنطلعش نرد عندنا ابدا، لان لا نعير اهتمام لكلام زي ده ابدا، ولكن في بعض الاحيان كده بتبقى عايز تقف او تعمل وقفه تقول هو المنطق لما يبقى موجود كده اصلا في حاجه اسمها ان انت تحكم من اول مباراه بتتلعب؟ ده انت اول مباراه بتتلعب، سيبك من الوديات، اصلا احنا ما شفناش وديات اتلعبت وما شفناهاش، فانت على اي اساس طالع بتهاجم او طالع حتى بتتكلم بهذا الشكل يعني؟ لا الموضوع ممكن. الموضوع في كلمه واحده حاجه بقى تضحك. لا الموضوع في كلمه واحده، الترند يحكم. والله صح، هو الموضوع ترند وللاسف موضوع. من قامات يعني المفروض ان هي تحافظ على اسمها، يعني طالعه وبتتكلم ولا فارق معاها قيمتها. انا لما اجي اتكلم دلوقتي بتكلم على النادي الاهلي والاداء، بتكلم كلام الطبيعي، ولا حد هيتكلم في الكلام الطبيعي. ايه اللي هيعمل ترند؟ الكلام اللي مش طبيعي. النقد اللي مش طبيعي هو اللي هيعمل ترند. لما اجي اقطع دلوقتي في حد، اقطع في مدير فني، اقطع في لعيبه، هو ده اللي بيتعمل عليه ترند. لكن لما اتكلم في الطبيعي في النورمال ان اللعيبه قد المباراه دي، الدنيا اصبر كتير زمان قبل سيطره السوشيال ميديا وسيطره الترند على الامور. يعني كانت الصحافه الرياضيه صحافه رياضيه كما ينبغي، كلام محترم واقلام موضوعيه بتكتب وبتحلل وبتنتقد، لكن احنا في زمن السوشيال ميديا هي دي بالظبط. كان زمان كنت تفتح الجورنال كده تقرا حتى العنوان، تلاقي العنوان كده كلام جميل والمحتويات بتاعه الموضوع وتقييم للموضوع وتقييم للعيبه، اذا كان اي حد ينتمي للنادي الاهلي او ينتمي لنادي الزمالك، لكن في موضوعيه لاي موضوع او اي مباراه. لكن احنا دلوقتي بنشوف حاجات تانية خالص، زي ما بقول لك الترند يحكم. حاجه احنا برضو الحاجات دي مش هنفكر فيها يعني، ما بنفكرش بس كده عارف من حين للحين تحس اللي هو يا جماعه طب فين يعني حضرتك دلوقتي لما بتبقى بتدور على ترند وانت قامه كبيره، وانا لا اتحدث عن شخص بذاته على فكره، ولكن يعني انت مش خايف الكريديبيليتي المصداقيه بتاعتك تروح ولا يبقى بقتش فارقه كمان؟ لا يعني دي كمان ما بقتش فارقه. لا الموضوع مش كده، الموضوع خلاص قلب ترند وقلب موضوع كوميدي وقلب ان انا اخش على التليفون على اليوتيوب على اي حاجه العنوان ان اي شخص ما بيقطع فكل الناس تقدر تخش عنوان جذاب. فهي هو الموضوع بقى كده. يلا ما علينا، الموضوع مش موضوعي يعني. خلينا نتكلم اكتر عن ان شاء الله السبت الجاي وهذه المباراه. وناس كتيره معلش بقى خليني برضو انقل وجهه النظر، يقول لك المباراه دي خلاص سهله جدا وهتعدي بسهوله وسلاسه، واحنا طالما عدينا من الذهاب وعلى ارضهم واول مباراه واتفتحت كده يعني خلاص اللي جاي ده سهل جدا. ده ممكن يعمل نتيجه عكسيه
للاسف الشديد، خصوصا ان اكيد الاتحاد المنستيري هيجي عندك ويبقى عايز يعوض بشكل كبير جدا يعني. اكيد بس خبرات لعيبه النادي الاهلي، انا بصي انا ما بقاش عندي خوف من دور 32 النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص كل تفكيري في دوري المجموعات، تبدا في دوري المجموعات تبدا بقى تجمع ابناط لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي. خلاص عودتنا ان احنا ما بنفكرش اول حاجه نبدا نقلق من دور الثمانية. ايوه صح، دور الثمانية هو ده اللي تحس فيه شويه، بدات الفرق بتتصفى تظهر الفرق الافريقيه الجامده. الضغط اعلى طبعا. بالظبط كده، لكن احنا زي ما بقول لك عندنا طموح، احنا جايين من كبوات انا شايفها النادي الاهلي مش متعود عليها خالص، خساره موسمين الدوري العام. لا عندنا خلاص كل ده، الصفحات دي كلها اتقفلت، عندنا اهداف مرتبينها، عندنا بطوله افريقيا اللي احنا الحمد لله متمرسين فيها وابطال فيها، اقل حاجه عندنا بنوصل للنهائي لما ناخد البطوله. يعني انا بتكلم في 15 نهائي النادي الاهلي وصل 15 نهائي لبطوله افريقيا، فاز ب 10 خسر 5 بطولات في مباراه نهائيه، فده حاجه انجاز صعب اي حد يوصل. احنا عندنا زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي عندها الطموح، جايبه جهاز فني على اعلى مستوى. لعيبه النادي الاهلي عشان الناس اللي بتقعد تتكلم هو النادي الاهلي ليه ما جابش صفقات، هو انا ليه اجيب صفقات هو بالعدد مش بالعدد طول عمر النادي الاهلي طول عمر النادي الاهلي بيشوف الناس اللي عنده بالزبط. بيشوف هل الناس اللي بره او اللعيب اللي بره افضل من الناس اللي عندي، عشان ما هو انا بجيب الناس اللي بره عشان لما الاقي عندي مشكله في مكان معين فببدا ابص بره، ابص الاول في قطاع الناشئين عندي وبعدين ابص في الانديه الثانيه. فضوء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، تقييمك بقى ايه للصفقات اللي استجدت في النادي الاهلي مؤخرا سواء سافي برونو شادي حسين؟ اكيد اكيد اكيد، زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي بيحسبها، عنده اداره للكوره تقدر تشوف في تقارير بتتعمل لنهايه الموسم، بيتقال ان عندنا مشكله في الجانب الهجومي مثلا، قدر النادي الاهلي يفكر، جاب شادي حسين مهاجم جيد في الدوري المصري مع السيراميكا، اداؤه جيد، طبيعه لعبه وروحه وحماسه يمشي مع لعب النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. مهم جدا ممكن يكون لاعب عندك مميز بره بس ما يقدرش يخش جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه، لعيبه النادي الاهلي ليهم طبيعه خاصه، لعيبه متعوده على البطولات، لعيبه متعوده ان تتحط تحت ضغط على طول من اول الموسم لاخره، مباراه كل مباراه بالنسبه لهم بطوله. قدرنا نجيب شادي حسين، جبنا خامه كويسه قوي ميسي من سيراميكا، ده انا شايف ان من اللعيبه الجيدين جدا اللي ظهروا الموسم اللي فاتت بس محتاج وقت شويه، من اللعيبه الجيدين جدا. سافيو اللاعب البرازيلي انا شايف من وجهه نظري بدايه، النوع ده من اللعيبه احنا محتاجينه، لعيب بيحط الكره تحت رجله كويس، بيفكر كويس، بيلعب المهاجمين كويس، ده مكان رقم 10 10 في الملعب، ده مكان مهم جدا. بيلعب عندنا في قفشه، فلما بيكون قفشه مش موجود بيبقى عندك مشكله في البديل، فاحنا جنبنا دلوقتي صافيو موجود، قفشه موجود، عندنا مثلا الفراوده، عندنا شادي، عندنا محمد شريف، عندنا حسام حسن، ودول حتى كمان بقى عندك البديل. بس كونه برازيلي ففي ناس كانت متوقعه انه من اول ما هيحط رجليه في ارض الملعب هتشوف اكروبات، هتشوف نار، هتشوف نار. طلع مش منطقي برضه الكلام ده، منطقي يعني. احنا لسه بدايه موسم لسه بدايه موسم. مين نجم راح وعلى الكره العالميه؟ انا هنا بسال السؤال ده على المستوى كمان الكره العالميه، مين نجم راح حتى لو ميسي من لما انتقاله من برشلونه لباريس سان جيرمان او حتى كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد عودته مره ثانيه، مين فيهم ولا بديك اسامي غير اول مباراه ولا ثاني مباراه عمل الحاجة. لا طبعا لا يعني ما هو ده اللي بيعصبني والله العظيم. انا امبارح قاعده قبل ما انام عمال اقلب مش كده جايه النهارده ومش هقول تاني الاسامي وعني نفسي اقول لا 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 عايز اخش جوه الشاشه اقول انت بتقول ايه يا كابتن عيب يعني انت قيمه كبيره، حاجه كانت مستفزه جدا. فمعلش يعني ايه عايز من اول ما سافيو ينزل الملعب؟ انت حضرتك انت عملتها لما كنت لاعب يعني انا مش فاهمه الصراحه، خلوني ساكته. لا هو زي ما بقول لحضرتك لا كل حاجه زي ما بقول لك احنا الناس اللي المفروض بتتكلم في الكوره بعقلانيه او بدراسه او اشتغلت في الكوره بعيد عن الترند بتبقى عارفه ان اول مباراه بعد فتره اعداد طويله، بعد مش عايزين ننسى ان لعيبه النادي الاهلي كانت واخده راحه طويله، مش عايزين ننسى ان اخر الموسم حصل فتره راحه طويله والناس بدات تشتغل فتره الاعداد مع مدير فني جديد، في فكر جديد للفرقه، في شغل جديد، في مجموعه اول مره تلعب جنب بعض، الحاجات دي كلها لما بنيجي احنا نبص او بنقيم الفرقه بنحسبها بنفكر فيها. انا شايف ان احنا اول مباراه بنسبه 60% اشتغلنا كويس، عندنا لسه جاي كتير، احنا لسه بدايه الدوري، لعيبه هتلعب هياخدوا زي
فورمه المباراه، فورمه المباراه دي مهمه جدا جدا جدا، بالذات المباراه الرسميه هتوصل باللعيب لفورمه معينه ان شاء الله، وهنشوف شكل جديد ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب خلينا احنا هتلاقي كلامنا رايح جاي ما بين الاهلي أكيد. وما بين يعني سواء ماتش اليوم السبت الجاي ان شاء الله، وكمان عندنا ماتش تاني في منتهى الاهميه الدوري الاسماعيلي، وهو دايما لقاء ليه خصوصيه شديده أكيد. جدا ايا كان بيتلعب في اي اطار او في اي بطوله من بطولات لقاء الاهلي والزمالك، لقاء ماتش السوبر. السوبر كمان برضه حضرتك توقعاتك ايه بالنسبه للماتش ده؟ طبعا مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص في اي بطوله، ماتش ودي صحيح. اي حاجه مباراه الاهلي، الاسم الاهلي والزمالك اكيد بتصدر كل الاهتمامات بالنسبه للجماهير المصريه. اكيد المباراه صعبه جدا، الضغط، المشكله ان احنا عايزين نشيل الضغط على لعيبه النادي الاهلي، انك انت لما تكون خسران بطوله وتلعب على انك انت تعوض، دي مشكله كبيره جدا. لكن انا عارف لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي، مفروض ناخد المباراة بهدوء. هي بطولة أكيد بتنضم لكتيبة البطولات للنادي الأهلي، للسجل البطولات في النادي الأهلي، لكن أنا شايف في حاجات مبشرة في أداء النادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله تكون المباراة نفسها يومها لعيبة النادي تكون في حالتها، الثقة في نفسنا إن إحنا فرقة كبيرة، زي ما بقولك بطولات كبيرة جداً، خساره الدوري دي ما تقللش منا خالص، بالعكس احنا بنعيد او ترتيب اوراقنا ونشتغل الموسم الجديد ان شاء الله، تكون بدايه الموسم ان شاء الله ببطوله السوبر باذن الله. يا مسهل، على الاقل خساره الدوري يعني مرتين ورا بعض ما حصلتش من 20 سنه، يعني ما احناش متعودين عليه. انا فاكر اخر مره انا اول سنه طلعت الفريق الاول سنه 90 91 في نادي الزمالك، وبعدين طلعت انا كان 93 92 طلعت 93، كنا خسرت الاهلي الدوري موسمين، خدنا الدوري بعديها سبع مواسم بس. فيعني معلش لغه الارقام برضو ايه، انا دايما بحب ارجع للغه الارقام يعني ملش. على كل حال الماتش السوبر طبعا الحلو فيه لحد دلوقتي كمان ان احنا بنتكلم لعبنا ثلاث وديات ولعبنا ذهاب وهنلعب ان شاء الله اياب، وعندنا ثلاث ماتشات دوري قبل اللقاء مع الزمالك، فاعتقد ده كله فتره اعداد كويسه جدا يعني أكيد. احنا ماشيين كده حسب الجدول بشكل الى حد ما محترم او الى شكل بحد ما كويس او قوي تدريجيا كمان بنتكلم، فده بيؤهلنا ان ماتش بقى الاهلي والزمالك والسوبر اعتقد ده اللي ممكن ساعتها نبدا نحكم على هذا الفكر. وطبعا زي ما احنا عارفين على كولر يعني، وكل كل مدرب مدرسه يعني، كل مدرب ليه مدرسه معينه اكيد. موسيماني كان ليه مدرسه، سواريش ما شفناش المدرسه قوي ما لحقناش، بس يعني اكيد كان ليه مدرسه معينه. كولر هنبتدي نفهم مدرسته ايه، بس من بدايه كده ماتش بتشوف ان المفروض من وجهه نظر كابتن احمد مدرسه كولر تكون اكتر ايه، واللي من ناحيه اللي محتاجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ والله انا يعني من وجهه نظري او برضو يعني اللي خلى العلاقه الجيده بين جمهور النادي الاهلي ومثلا مستر موسيماني في لحظه من اللحظات، احنا كشعب بنحب قوي النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك. موسيماني كان متفوق في النقطه دي على نادي الزمالك، كان في علاقه حب كبيره جدا بين جمهور الزمالك موسيماني بسبب النقطه دي. كولر والله كولر لو ان شاء الله كسبنا السوبر وكسب الزمالك هتلاقي موضوع مختلف تماما. صح، انت ممكن تخسر اي مباراه، جماهير نادي الاهلي ترضى باي خساره ممكن من اي فرقه، لكن نادي الزمالك المباراه دي بتقرب المسافات جدا بينها وبين اي مدير فني، بتقرب الود، بتقرب الحب، بتحس ان القبول اي حاجه بيبقى فيه قبولها بينها وبين المدير الفني. فانا شايف ان المباراه دي نقطه مهمه جدا في العلاقه بين كولر وجماهير النادي الاهلي. برضو انا احنا ده جماهير النادي الاهلي، احنا بتوع كوره ما بنحسبهاش بمباراه، لا احنا ليه معطيات، في معطيات بتشتغل عليها، في الراجل ده عمل ايه الفتره اللي فاتت، اشتغل ازاي، وصل بالفرقه لايه. اتمنى ان الوفاق ده او التفاهم او التجانس بين اللعيبه والجهاز الفني يحصل بسرعه، فده يبان في المباراه اللي جايه. شفنا في اتحاد المستيري، في المباراه الجايه الدوري، مباراة الزمالك، لكن التجربة دي مش عايزين يعني نحسبها من الأول أو نفكر فيها من الأول ونحكم عليها من الأول. الموضوع محتاج وقت، عندنا بطولات كتيرة، عندنا الدوري عام زي ما بقولك، عندنا بطولة أفريقيا، إن احنا إن شاء الله النهاردة السنة دي بقى بإذن الله نعوض الخسارة الموسم اللي فات في النهائي وناخد البطولة السنة دي. طموحات لعيبة النادي الأهلي يرجع بيته بقى، الدوري بقى يرجع بيته يا كابتن أحمد. الدوري يعني احنا دلوقتي جماهير النادي الأهلي ما بتفكرش في أفريقيا خلاص، تحس إن خلاص الأفريقيا بالنسبة لنا احنا عايزين الدوري. على فكرة طول عمرها برضو من ضمن الأمور اللي بتلفت يعني الأنظار، فكرة إن أي بطولة الأهلي بيحصل عليها كوم
والدوري يكون تاني، مع ان احنا بنتكلم على حتى يعني في بعض الاحيان ممكن يبقى الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه واخد مثلا المركز الثالث وميداليه ده، بس فرحه الفوز بالدوري ليها دايما طعم خاص. ليه؟ هقول لك ليه. لانك انت بتفوز بالدوري مع المنافس التقليدي نادي الزمالك. البطوله التاسعه كان ليها طعم خاص، بطوله افريقيا طعم خاص. ليه؟ لانك كسبت الزمالك في النهائي. أيوه. غير اي بطوله كله بيتكلم دلوقتي على بطوله افريقيا يعني التاسعه. أيوه. الاهلي القاضيه ممكن هي دي اللي كل الجمهور بيتكلم عليها، انك كسبت مين؟ المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك. فده الطبيعي. الدوري انت بتبقى ليه فرحه لانك انت بتاخده من نادي الزمالك. بطوله السوبر اللي جايه ليه طعم مختلف عشان كسبت نادي الزمالك. مكسب نادي الزمالك هو بطبعه خاص او فرحه او بطوله لوحدها غير اي بطوله. انت عارف ان الشعب المصري بيحب النكته، بيحب ان احنا نقعد نهزر مع بعض اذا كان الاهلي والزمالك، وتخش بقى على الفيسبوك ده بيحفل على ده وده بيحفل. هي خلاص بقت ده لغه الشعب المصري دلوقتي، ان النادي الاهلي لو كسب الزمالك هو بيحصل الترند اللي بيحصل، او بيحصل الجماهير بتقعد تهزر مع بعض. انا شايف نهزر بس ما نستهزئش بقى وما نقللش من بعض، لان يعني ما توصلش طبعا، لان في فرقه بتكسب دلوقتي فرقه بتخسر دلوقتي. دي هي كره القدم كده. كره القدم ما حدش بيكسب على طول، ما حدش بيخسر على طول. والله يا كابتن احمد اقول لك على حاجه، يعني ده حضرتك بتخاطب جماهير على المستوى الجماهيري، ده مطلوب. للاسف أكيد. الشديد اصبح في اعلاميين، ودي كانت قاعده انا قاعداها مع يعني احدى الزميلات اللي بتنتمي لنادي اخر، وهي بتتكلم بلغه يعني بطريقه حديه جدا. انا كنت نفسي اقولها وانت بتطلعي تتكلمي في التلفزيون ازاي طالما انت بتتكلمي بهذا الشكل بين صحابك، وهي صاحبتي، بس يعني ازاي بتتكلمي كده ومش عارف ايه وعماله. وقمت رد عليها رد واحد، قلت لها دولاب البطولات اللي عندنا بنبني واحد تاني عشان احنا مش مكفينا. خلصت القصه. خلينا على كل حال، وانا ما بقولش عن مين ونادي ايه، انا بقول حد منافس. على كل حال خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضرتك، لسه عندنا ملفات مختلفه عايزين نتكلم بقى عن الدوري وايه القرعه اللي كل شويه يجيب لنا الاسماعيلي اول ماتش، غريبه برده شويه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بحضراتكم، رجعنا مره ثانيه عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد عبد الفتاح اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي بطبيعه الحال الكم الاكبر من الكلام او الجزء الاكبر منه ماشي طبعا في سكه لقاء العوده بين الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي. وعايزين نعرف من حضرتك بقى فكره الارض والجمهور الى اي درجه بتكون قوه ضاربه مع الفريق؟ اكيد طبعا. زمان كنا مثلا لعيبه النادي الاهلي او لا الفرقه اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي يقول لك استاد القاهره بالنسبه لاي تيم بالنسبه له بتبقى مشكله كبيره جدا. وده كان معروف كده الماتشات الاهلي الافريقيه وماتشات منتخب مصر، الملاعب مباراه على استاد القاهره بيبقى مباراه خلاص مرحله ما قبل صعبه قبل جدا. بالظبط ايام الحلو بالظبط كده. دلوقتي احنا عندنا ملعبنا ملعب السلام، طبعا عايزين نعود لعبتنا على اللعب بجمهور. احنا دلوقتي برضو احنا نلعب ب 1000 متفرج 2000 متفرج، لما الدنيا ب 5000 متفرج. لا احنا رايحين الفتره الجايه ان شاء الله بعد موضوع الكورونا، وبعد المفروض ان شويه الجماهير بتبدا تزيد، والسنه دي طالبين مثلا ان المباراه فيها 6000 متفرج. اتمنى ان اللاعب المصري يتعود يلعب الجمهور، لان خلاص هو ده اتفرج دلوقتي على الدوري الانجليزي الدوري الاسباني. انت عندك اي دوري في العالم اللي هم الاصغر سنا اللي تم تصنيفهم عمرهم ما لعبوش في وجود جمهور اصلا قبل كده، احنا بقالنا ما مروش بالتجربه دي من اساسه بقالنا 10 سنين. هتلاقي حتى اللعيبه الكبار عدد المباريات اللي لعبوها بجمهور قليله جدا، حوالي مثلا لو عدينا خلال السنوات دي 20 30 مباراه بالعدد يعني. لكن اللعيبه الصغيره لازم تتعود اللعب على جمهور، اللعب تحت ضغط الجمهور ده موضوع صعب جدا مش سهل، انك انت تلعب زي الفنان اللي بيلعب زي اللي بيعمل دور في مسرح قدام جمهور. طول ما الجمهور بيتفاعل معاه بيسقف له بيشجعه بيبدع اكتر. هو لعيب الكوره برده كده، لما بيلعب قدام جمهور جمهوره بيشجعه احساس مختلف تماما. احنا الجيل بتاعنا عشنا التجربه دي كتير جدا قدام، بنتكلم قدام 100000 كنا بنلعب قدام 100000، الموضوع ده كان عادي جدا. فوزنا ببطولات كتيره جدا قدام 100000، وال 100000 دول كانوا بيفرحوا غير جماهير النادي الاهلي اللي كانت بره بتفرح ازاي. طبعا موضوع مختلف. اتمنى ان شاء الله اولا من وزاره الداخليه تساعد في دخول الجمهور الفترات الجايه. النادي الاهلي طلب في ماتش الاتحاد المستري ان الجمهور يزيد شويه، اتمنى دي. اتمنى ان الدوري المصري حتى كمان العدد يزيد شويه مباراه لمباراه،
على الدور الثاني خلاص تبقى الموضوع مثلا ان خلاص يبقى الموضوع مفتوح ان الجماهير تقدر تخش في كل المباريات. كلام محترم جدا. ولو كلمنا بقى بالتفاصيل اكتر عن يعني القائمه بتاعتنا والدوري اول مباراه عن الاسماعيلي، الموسمين اللي فاتوا شفت ازاي مقارنه بالموسم ده؟ يعني تتوقع هيبقى ازاي، خصوصا الموسمين اللي فاتوا كان عندنا مشاكل كتيره جدا، داخلين موسم جديد بفكر جديد بسكواد احسن بكتير بمدرب جديد، كل حاجه جديده يعني، بس عندنا كمان امل جديد. هل بتشوف ان شاء الله المباراه الاولى مع الاسماعيلي هتفرق بشكل كبير عن الموسم اللي فات، ومن ناحيه ايه كمان؟ بص، اول حاجه خلاص احنا هنبطل نغمه الاجهاد، خلاص بطل نغمه اللعيبه محطوطه تحت ضغط خلاص. صح. دلوقتي اللعيبه خدت راحتها. عندنا دلوقتي لو عندنا كان مشاكل كبيره جدا في الاصابات، هتلاقي كان من مباراه لاخرى عدد واحد او اثنين من اللعيبه الاساسيين ما تلومش معاك في الفرقه. لا، وانت كل مباراه كان عندك اصابه جديده، انا بقول كده، ده شيء صعب جدا. فدلوقتي خلاص احنا الحمد لله عدينا النقطه دي، الحمد لله. عندنا سكوات حلو قوي من ناحيه اللعيب واللعيب البديل، كل ما كان عندك دلوقتي في لعيب اساسي ولعيب احتياطي، اللعيب الاحتياطي حتى بيبقى ساعات في اوقات من الاوقات افضل من اللعيب الاساسي كل مكان. يعني بتتكلم بفيرود دلوقتي عندنا شادي، محمد شريف، حسام حسن، الثلاثه اي حد فيهم لا يقل عن الاخر. بنتكلم على الجناح الايمن، بنتكلم حسين الشحات، بنتكلم على بيرسيتاو ان شاء الله لما يخش جنب الشمال، طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. انا بكلمك في كل مركز دلوقتي في عندك اللاعب واللاعب البديل طبعًا بتاعه. طبعًا. لو اي حد فيهم موجود ما عندكش مشكله خالص. الاساس زي اللي حطيت نص الملعب عندك ديانج وعمرو السوليه وعندك حمدي فتحي برضه مش عايزين ننساه. انا كان نفسي بقى يعني بصفقات النادي الاهلي احنا محتاجين ديفندر كمان. ديفندر مهم جدا لان مركز الديفندر ده شغله كتير قوي في الملعب. طبعا. اصاباته بتبقى برضه شايف ان هي أكيد. كتير انذاراته بتبقى كتير فالوقف بيبقى كتير، بس هو انا شايف ان ممكن قفشه بيحل المشكله دي انه يلعب ديفندر في نص الملعب. عندنا في الباك رايت دلوقتي محمد هاني، الحمد لله على السلامه، اكرم توفيق وجوده مهم جدا والحمد لله شفنا جدا جدا جدا. عندنا ناحيه الشمال معلول، ايمن اشرف برضه بيشتغل فيها. عندنا المساكين الحمد لله متولي رجع، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. تتكلم ان كل مكان دلوقتي اي حد موجود من الاسامي اللي انا بقولها دي ما عندك المشكله خالص. انا قلت لك سكواد دلوقتي كله الفرقه اي حد موجود من ده او البديل مفيش فرق خالص في لعيبه النادي الاهلي. حراسه المرمى ما شاء الله، لو اتكلمت برضو عن محمد الشناوي، علي لطفي، والحاجه المبشره جدا مصطفى شوبير الحارس اللي انا من وجهه نظري المستقبل جاي له جدا، ومصطفى من الناس اللي مركزين قوي بتمنى له التوفيق ان شاء الله. فانا اتكلمت دلوقتي على شكل النادي الاهلي، اتكلم على البديل اللي شفناه من الماتش اللي فات، مثلا محمد شريف نزل كان كويس، قفشه معاك كويس، بيرسيتاو لسه برده جاي، حسين الشحات برده لسه جاي. فسكوات الحمد لله مطمنا، عشان كده ما نفكرش احنا هنجيب لعيبه، نجيب لعيبه مكملين. وكهربا صفقه، كهربا حاجه، لا كهربا ان شاء الله بعد وجوده من وجهه نظري اللي رجع صحيح من وجهه نظري، عشان انا من وجهه نظري انا بحب كهربا على المستوى الشخصي. شخص جميل بيحب كل اصحابه، لما بتابعه على الفيسبوك بيعمل حاجات حلوه جدا مع اصحابه، شخص جميل. فعشان كده ربنا ان شاء الله يوفقه مع فرقه النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. كل التوفيق للفريق. ونيجي يوم الاحد ان شاء الله بقى نقول صباح النصر مره ثانيه، احنا نستحق ذلك. وكمان كانت غايبه عننا بقالنا كتير، احنا دايما كنا بنقول كده، جات لنا فتره الحمد لله كل مباراه نيجي بعدها نقول صباح النصر، بس غابت فتره، بس اهو بنعود مره ثانيه ان شاء الله تبقى مباراه قويه جدا. نورتنا يا كابتن احمد، للاسف الوقت خلص، بس بجد يعني كانت فقره جميله. شكرا ليك. شكرا لوجودك معانا، ونشوفك على خير باذن الله. واستحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم في اخر فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعايزين نتكلم في الفقره دي عن مشكله كبيره الحقيقه، مشكله السمنه، وخصوصا لما تكون سمنه مفرطه بتغير حياه صاحبها بشكل كبير جدا، وبتاثر عليه شكلا وموضوعا قلبا وقالبا، بتاثر على شكله، بتاثر على نفسيته، والاهم من الاثنين دول كمان بتاثر على صحته. تجدر الاشاره يا حضرات ان مرض السمنه وتحديدا المفرطه هي بوابة لأكثر من 44 مرض مختلف. طبعا ناس كتير بنسمع قصصهم اللي بيحاولوا يعملوا أنظمة دايت مختلفة، اللي منهم بيضطر إنه يلجأ لعمليات جراحية، لكن الحقيقة برضو مع التطور اللي بيحصل يعني سنة بعد سنة بقت مسألة فقدان الوزن نسبيا
يعني اسهل بكتير مما كانت عليه زمان. ده اللي هنتكلم يعني عنه النهارده في هذه الفقره اللي منورانا فيها دكتوره دينا ابو السعود اللي بنسعد دايما بوجودها معانا في البرنامج. صباح الفل عليكي. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الدنيا اتطورت في مساله فقدان الوزن، انت طبعا ادرى مني بكتير في الاطار ده، وصلنا لفين؟ زي ما قلت كريم، هو مشكله السمنه بقى يعني انا بسميه مرض العصر. موضوع السمنه مش بس اكيد مقتصر على الشكل الجمالي، كلنا احنا مثلا كالستات لما بنيجي بنتخن ما بنبقاش اصلا عايزين نبص في المرايه، ولا عارفين نلبس، ولا عارفين نروح ولا نيجي. وكذلك الرجال بيبقى السوشيالايزنج عندهم مشاكل كبيره جدا. لكن الموضوع كمان مقتصر على الصحه زي ما انت قلت، اولموست 40 مرض بيبقى نتيجه السمنه. الحقيقه دلوقتي العلم تطور وبقى في اساليب نقدر نتحكم فيها في الشهية. هي مشكله السمنه ان كتير مثلا بيجي يقول لك انا هعمل دايت، يعمل دايت يومين وبيبقى متضايق قوي، او بتبقى متضايق قوي انها بتحرم نفسها من الاكل، فبترجع تاكل اكتر من الاول او بيرجع ياكل اكتر من الاول. اهم حاجه في موضوع ان احنا ننقص يحصل انقاص في الوزن، اولا ان احنا ناخد منتج او ناخد منتج عباره عن الياف، الالياف دي اللي بتشبعنا، يبقى كمان منتج مرخص، ده مهم جدا. المنتج اللي هتكلم عنه النهارده القوي جدا في موضوع انقاص الوزن، ومش بس بشهادتي، بشهاده كل العملاء اللي جربوه واستخدموه، هو منتج بيستا. منتج بيستا منتج بيقدر جدا يعمل ليه زي ما بيقولوا قوة ثلاثية، بيعمل كذا حاجة. أولا بيقدر يسدلي الشهية، عشان كده بقول أهم حاجة في الدايت إن أنا أعرف أسد شهيتي، لأن إحنا كمصريين حياتنا في الأكل. حتى نيجي نخرج مفيش حاجة اسمها نخرج نشرب حاجة، احنا هنخرج هناكل ايه؟ في أي رايحين مول هيبقى فيه بريك، وهناكل ايه دي هي اللي بتحكم هنقعد فين، هنقعد فين. أهم حاجة عندنا الأكل. الحلو في منتج بيستا ان احنا بنعمل دايت او من غير ما نحس او من غير حرمان. من اهم المكونات داخل منتج بيستا الالياف اللي بتقدر تعمل زي بالونه وتسيب حجم المعده اصغر. لما نيجي ناخد الاكل هناخد ربع الوجبه الرئيسيه اللي احنا بناخدها، الشوفان ورده القمح وقشور السليم. التلات الياف دول مهمين جدا جدا في الدايت، مهمين جدا ان احنا نعرف ننقص بيه الوزن. طبعا زي ما انا شايفه على الشاشه ده شكل الساشيت او شكل الكيس. بيستا بيتاخد قبل الوجبه الرئيسيه او قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه، يعني ثلاث مرات في اليوم. ثلاث مرات او مرتين او مره. مين يقدر يديني الطريقه بتاعت كورس بيستا؟ انا بسميه كورس لان بيستا بيبقى معاه قهوه خضراء بتساعد جدا على الحرق، وبيطلع معاه كمان هديه فيتامين د من الشركه، وبيطلع معاه او بيبقى فيه كورس. لان لو انا قللت الاكل لازم احافظ على مستوى الفيتامينات في الجسم. فالكورس بتاع بيستا عباره عن بيستا اللي بيقدر يخسس، وهقول ايه كمان دخله بيقدر يحرق لي الدهون المخزنه، مع قلب مالتي فيت من اقوى مكمل غذائي. بالظبط، مالتي فيتامينز. الجسم محتاج كل الفيتامينات اللي موجوده في قلب مالتي. لما بنفقد وزن وخصوصا لو فقدنا كميه كبيره ده بيأثر بالسلب لو احنا ما وزناش. شعري هيقع، مودي مش هيبقى حلو، طاقتي مش هتبقى فيه طاقه خالص، فلازم اعوض ده بقلب مالتي فيت المرخص كمان من هيئه سلامه الغذاء. ازاي الكورس يتاخد؟ بنتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. عندنا اخصائيين علاجيين كفاءتهم عاليه جدا، بيقدروا يدوا لكل بني ادم الكورس اللي محتاجه. والحلو في شركه بايو ناتشرالز ان بيبقى فيه متابعه مجانيه كل اسبوع. مهم قوي قصه المتابعه، اي حد من خلال التليفون. يعني اعتقد يا كريم من اهم الخطه لانقاذ الوزن انك انت تشارك المريض وجدانيا وتشجعه. يعني لما يجي يتكلم في الشركة، أنا مثلا خسيت في أول أسبوع مثلا 2-3 كيلو، فالأخصائي أو أخصائيين التغذية اللي موجودين في الشركة بيسألوهم خسيت كام، الأسبوع الجاي هتعمل إيه، هتسوي إيه، الكورس هيبقى إزاي. مهم قوي 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 الدعم النفسي لمريض السمنة. جميل. طيب
بقول لك ما تيجي، انا عاده بسالك اسئله المشاهدين في الجزء الاخير من اللقاء، ما تيجي نبتدي بيها دلوقتي ونشوف مين فيهم او اني كيس من الكيسز اللي انا هستعرضها معاكي ينفع معاه بيستا وينفع معاه الف مالتي. اوكي ماشي الحال. طيب احنا اولا في سؤال مشاهده اسمها نهى، بتقول انا نهى 25 سنه وزني 100 كيلو وطولي 157، نفسي وزني ينزل ويوصل ل 65 كيلو، بس الحل ايه؟ سنها 25 سنة، سنها 25 وزنها 100 كيلو وطولها 156، مش طويلة. لا ده كده احنا دخلنا في سن مفرطة. هي لو حسبت البي ام اي بتاعها هتلاقيه معدي ال 35 وال 36. اللي ما يعرفش ايه هو البي ام اي؟ البي ام اي اللي هو الكتلة البادي ماس اندكس، الحسبة اللي بنعرف طول في وزن معدوم على حاجة. طب برضو لو في فرصة نعرفها للناس، البي ام اي ان احنا بناخد الوزن على مربع الطول، لو الرقم طلع من 18 ل لو قبل 18 ده انا حافل لازم ادخل. اوكي. لغايه ال 25 انا كده نورمال. حلو. بعد ال 25 لل 30 بيبقى اوفر ويت. من ال 30 لل 35 اوبيس. من ال 35 لل 40 ده سيفير بقى. طبعا. فلازم البنت عندها 25 سنه حرام يبقى كل الكيلوهات دي وكل الدهون دي متراكمه في جسمها. برضو يعني بالمناسبه بما ان الكلام بيجيب بعضه، اللي حالته سيفير اللي معدي مرحله الاوبيسيتي ودخل في حته ان هو وزنه مفرط زياده عن اللزوم، هل حل الوحيد اجراء عمليه جراحيه؟ يقدر يجرب معانا منتج بيستا. بيستا كل العملاء، عايز اقول لك المليانين قوي بيخسوا اكتر من 12 كيلو في الشهر. يعني كذا حد يقول لي ايه انا هخس كام كيلو، كل بني ادم غير التاني. ولو انا بلعب رياضه غير لو انا ما بلعبش رياضه، لو انا بمشي غير، يعني كل كيس مختلفه. والاوفر ويت قوي بتلاقيه بينزل مره واحده. أوكي. فبيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، يجرب معانا كورس بيستا. هياخد بيستا وهياخد الب مالتي فيت، الاثنين مهمين جدا حتى للحاله البنت اللي عندها 25 سنه. وبيطلع مع الكورس قهوه خضراء بتسرع الحرق، وكمان الشركه عامله هديه فيتامين د، فيتامين د مهم لكل حاجه. واعتقد اكتر من 70% مننا عنده نقص فيتامين د، لان فيتامين د مش موجود، قليل جدا مصادره في الاكل، بلس انه بيتاخد بس مع الشمس. فبيبقى صعب يعني طبعا. اعتقد لو اي حد فينا عمل تحليل فيتامين د هتلاقي اولموست، بتلاقي ارقام بقى 5 و6 و7. لازم اعدي ال 25 عشان ابقى في الامان. طيب خليني يعني قبل ما اكمل معاكي اسئله المشاهدين، تعالي نشوف سوا الكيس بتاعت اميره، ايه اللي حصل فيها. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي؟ أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. أنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه، لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر، هي بيستا. جميل. تجربة أميرة كانت تجربة ناجحة. تعالي بقى نروح من أميرة لشيماء علي اللي بعتت لنا وبتقول إن عندها 31 سنة، بتقول بقالي سنين بعمل دايت مع نفسي. ركزي بقى، لأن هي كاتبة كام حاجة كده بتهيألي كل تفصيلة منهم تستحق التوقف عندها. بتقول لك أنا بعمل دايت مع نفسي أو باخده من أصحابي اللي جربوه قبل كده. بخس ببطء شديد وبجوع بالليل قوي، وشعري وبشرتي اتبهدلوا، اعمل ايه عشان اخس وبشرتي وشعري يرجعوا زي ما كان؟ بص يا كريم، هو المشكله لما بنيجي ناخد الدايت من حد، او صاحبتي عملت الدايت ده، مش أيوة. مش 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 لازم ان هي نجحت في الدايت ده يبقى هينجح معايا. عندي اساليب كتيره جدا في الدايت، يعني في الكيتو، في الصيام المتقطع، كل حاله يعني غير التانية. ولو حد مثلا، يعني أنا في اعتقادي مريض السكر صعب إن هو يقعد بال 15 ساعة صايم، لأن الصيام له لأن وقتها لما بيجي ياكل مرة واحدة السكر عنده بيعلى والأنسولين عنده بيعلى. فما ينفعش إن أنا آخد
دايت من حد، عايزه اخد دايت بروح لدكاتره التغذيه، يعني دي حاجه، دي حاجه مفروغ منها، وبيتفصل له طبقا لتفاصيله، لتفاصيله الدايت بالظبط بالظبط. وشركه بايوناتشرال عندنا اخصائيين علاجيين بيعرف هل المريض السمنه اللي هيبتدي يستخدم كورس بيستا عنده سكر، عنده ضغط، عنده قلب مثلا، يعرفوا الطول والوزن والبادي ماس اندكس بتتحسب هو المفروض تاريخه المرضي وكل حاجه طبعا. فما ينفعش ان انا اخد دايت من حد لحد، ما ينفعش. طيب انت قلت لنا يعني ان بيستا عباره عن ثلاث انواع مختلفه من الالياف اللي لما بتدخل المعده بالتعبير الشعبي الدارج بتنفش في المعده، ما بتسيبش غير مساحه صغيره، هي دي اللي ممكن احنا نملاها بمعرفتنا بالظبط كده. طيب لو انا دلوقتي أنا عملت، انا 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 بنصح حاجه ما نملهاش بمعرفتنا قوي، يعني ما افضلش كده وابتدي مثلا اكل رز، لا ابتدي اكل بروتين وسلطه. اوكي ده تمام. مهم يعني ابتدي مع كورس بيستا ابتدي بالاكل البروتين والسلطه بتاعي، حلو. وفي الاخر اخد كربوهيدرات مش كتير، هلاقي نفسي باخد معلقتين ثلاثه رز او مكرونه يعني زي الفل. باخد المنتج بانتظام وخسيت معاه وكل حاجه، وصلت الوزن اللي انا شايف ان هو مثالي بالنسبه لي ومش عايز يعني ايه افقد المزيد من الوزن، اوقف ساعتها ولا هو ده منتج ممكن يتاخد كنمط حياه؟ اللي عنده اراده يوقف ما فيش مشكله، لان انا وانس ان انا وقفت المنتج المعده هترجع، اصل احنا ما عملناش قص معده. هي دي بقى دي اللي خلتني اسالك السؤال. يعني احنا ما عملناش تكميم، وقفنا هترجع المعده للمعتاد طبعا بتاعها. طبعا طبعا، لان انا ما عملتش تكميم او يعني انا أوكي. المعده زي ما هي اوكي، فوانس ان وقفت المعده هبتدي استقبل عايزه اكل، ده مهم. طب هل هو امن ان ناخده مدى الحياه؟ آمن جدا، ده كورس التثبيت برضو الأخصائيين العلاجيين الموجودين في الشركة ممكن يقولك امشي على ساشت واحد في اليوم، كل يومين ثلاثة امشي على ساشت، هم اللي يقدروا يحددوا برضو طبقا لتفاصيل كل حاجة بالظبط بالظبط. جميل بالزبط. طيب في سؤال تاني بيقول أنا بشتغل في الكويت وباكل أكل من بره كتير، وزني بقى 160 كيلو أنا بشتغل مهندس جرافيكس وبالتالي بقعد باستمرار وباكل كتير، علما بان وزني كان 68 كيلو قبل ما اوصل لمرحله الاكل الكتير دي. مشكله 160 كيلو كتير جدا، دهون طبعا. كتير جدا جدا طبعا. جدا. والمشكله لمريض السمنه اول ما بيعدي بقى 80 90 المية بييأس. انا على طول بقول ما فيش يأس، يعني اللي عايز يخس هيخس، ما فيش حاجه اسمها انا عديت ال 100 و 120 خلاص بقى، وابتدي بتلاحظ ان بياكلوا اكتر، بيجي لهم حاجه اسمها اكتئاب. ما هي منطلق، ما هي بايظه بايظه، ما هي هي دي خربانه 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 طبعًا. انا بقى هحرم نفسي من الاكل ليه؟ لا طبعا، يا ريت الاستاذ يجرب معانا منتج او كورس بيستا، هيلاقي نفسه بيخس، واول 10 كيلو هيخسهم هيحس بانجاز، هيحس بنشاط، هيحس بموت حلو، الاكتئاب اللي عنده ممكن يروح، لان اي حد سيفير اوبيز وما عندوش تمثيل منطقي غذائي انه يكتئب، منطقي انه يكتئب. ما يعني صعب قوي ان حد يعيش حياه كواليتي اوف لايف مش عاليه، لازم طول ما ربنا مدينا عمر يبقى فيه كواليتي اوف لايف، ده مهم جدا طبعا. طيب مي عامر بتقول انا مش باكل اكل مفيد من وانا صغيره، لكن لما وصلت لسن 30 سنه بقيت باكل كتير جدا وتعبت وبقيت بتحرك ببطء. ما هو اكيد لو انا باكل كتير وكميه سكريات وكميه نشويات كبيره جدا اكيد هتحرك ببطء، اكيد مش هيبقى عندي طاقه. لازم هتبتدي معانا كورس بيستا، هتاخد بيستا وهتاخد المالتي فيتامين، لازم معاها مالتي فيتامين. ليه بقول المالتي فيتامين او اي ال بي مالتي فيت؟ لان اي ال بي مالتي فيت مميز جدا، دخله كل عائله فيتامين ب، كلنا عايزين الكوبالامين، الفيتامين بي 12 معروف جدا ومعروف اهميته لعمليه التمثيل الغذائي، البيوتين مهم جدا للشعر، الرايبوفلافين، الفوليك اسيد داعم جدا للستات، الفوليك اسيد فيتامين بي 9 داعم جدا للستات وحتى الستات الحوامل. هو تحس يعني ان الالف مالتي فيت عموما وكانه موجه كده للستات بشكل ضمني يعني حته البشره والضوافر والرموش لا والله يا كريم، انا يمكن على طول بما اني ست على طول بقول لهم ازاي تعملوا ايه تسووا ايه، لكن مهم قوي للرجل، الرجل عايز مناعه، عايز نشاط،
داخلين على فصل الشتاء، خايفين من الفيروسز وخايفين من انتشار الأوبئة، لازم نخلي جسمنا حيطة وجيش قوي لمحاربة أي فيروس هيخش علينا. وقال بمالتي فيت اللي مش عايز يخس، اللي بيتفرج عليا وأوريدي رفيع مش عايز يخس، يكلموا الشركة اطلبوا ألب مالتي فيت، مش لازم وقتها بيستع. يعني ألب مالتي فيت لكل الناس مش بس المريض السمنة. طيب الناس اللي عندها علاقة شديدة الخصوصية مع الأكل، اللي بتشوف إن الأكل ده من مصادر السعادة ومن مباهج الحياة، وفي نفس الوقت بيعانوا من السمنة، يعني الود ودهم إن هم يخسوا، لكن خسسيني من غير ما تحرميني. ايوه اكيد بيعدي عليكم. هي دي معادله صعبه جدا بس بتتحقق مع كورس بيستا. اخسسه او اخسسها من غير ما احرمهم، يبقى لازم ياخدوا الياف وكروميوم وفيتامين سي. بيستا في كل الحاجات دي، في الالياف، الشوفان ورده القمح وقشور السيليوم، فانا اوريدي معدتي خلاص. والحلو في قلب في بيستا، الحلو في بيستا انه بيتحكم لي كمان في معدل الشبع، مش انا هاكل. هل بيعمل ده من خلال مخاطبه جهاز ما في المخ؟ لا 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 لا، بيعمل ده لان المعده بيبقى خلاص شغاله بربعها او الحجم للاكل الربع بس، ورده القمح بتقعد فتره عشان تتهضم، عشان كده بنحس اكتر من 5 ساعات احنا شبعانين، فلان رده القمح بتقعد فتره في الهضم، فما بقاش عايزه احس ان انا عايزه اكل. والحلو كمان ان رده القمح والالياف اللي فيه بتزود لي كفاءه الجهاز الهضمي. فيمكن الناس اللي عندها امساك واستخدموا بيستا لاحظوا ان موضوع الامساك اتحسن معاهم جدا. كويس. طيب انا دلوقتي وقفت الشبع او اتحكمت في الشبع واتحكمت في الشراهه بتاعتي، الحلو في بيستا ان دخله كروميوم وفيتامين سي، دول بيقدروا يحرقوا الدهون المخزنه. دلوقتي انا قللت الاكل، انا عايزه طاقه، فالطاقه هتيجي منين؟ الدهون المتراكمه بقى في الحتت. يمكن كل او معظم العملاء اللي استخدموا بيستا حسوا ان جسمهم بدا يتنحت. طبعا لان كمان الفيتامين سي والكروميوم بيقدروا يحرقوا دهون مخزنه. لو انا اكلي قل، طب انا عايزه طاقه، الطاقه اجيبها منين؟ من الدهون بقى اللي اتراكمت بقى لها سنين. طب. فده مهم قوي ان هم بيبتدي يحرك لي الدهون المخزنه في المناطق اللي عندي ويبتدي ينتج لي طاقه منها. جميل. طيب الاعمار اللي ممكن تتعامل مع بيستا بامان؟ بامان من سن 13 سنه ابدا استخدمه، مفيش اي مشكله. كبار السن وضعهم كبار السن مهم جدا ليهم بيستا، من 13 سنه لكبار السن. يعني مش بالنسبه لهم مش مجرد اتس اوكي ان هم ياخدوه، لا ده يفضل ياخدوه. لو 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 حد مريض سمنه وكبير في السن، ده خطر جدا على فكره، لازم ياخدوه. طيب لازم يخس. اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده مشاكل في القلب، هل في اي محاذير في الاستخدام؟ مفيش اي محاذير خالص من منتج بيستا، وبيقدروا كمان يتاكدوا من طريق عن طريق الدكاتره او الاخصائيين العلاجيين. المريض يقول كل الحاله اللي عنده وهم يدوا له الكورس المناسب، لكن هو لا يتعارض مع اي مريض من الامراض المزمنه، ضغط، سكر، قلب، بالعكس، او اي امراض تانية غير الامراض. خلي بالك يمكن مريض السكر كمان بيرشحوا له فيتامين بي وكروميوم. اوكي. فما فيش يعني الموضوع امن ومفيد من كل الناحيه. طبعا طبعا طبعا، اكيد. عظيم. اكيد. عظيم. لان كمان الكروميوم بيقدر يتحكم لي في مستوى السكر في الدم. لانه بيتحكم في هرمون الانسولين كمان. جميل. طيب احنا للاسف وقتنا انتهى، بس يعني الوقت اللي فاضل لنا يا دوب نلحق نشكرك فيه جزيل الشكر. نورتينا وشرفتينا كالعاده. تسلم يا كريم. ميرسي قوي ليك. ربنا يخليك. وطبعا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. نشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.